قصة غريبة قوي. الشرع والدين بيقول انك لما تسرق يتقطع ايديك، وكتير قوي في حلقات قبل كده قلت لك توافق ولا ما توافقش ان الشرع ده يتطبق. النهاردة الحلقة دي الشرع اتطبق فيها، ناس اتهمت ولد صغير ان هو سرق موبايل قطعت له ايديه، مع ولا ضد؟ عايزين نعرف الولد سنه قد ايه، وهل فعلا سرق الموبايل؟ متهيئ اللي هيتقال ان لا طبعا. عايزين نلاقي الطرف التاني، وهل فعلا خدوه قطعوله يعني ايديه ولا عوروه في ايديه؟ تفتكروا لو كل اللي سرق اتقطع ايديه في حد هيجرؤ يسرق تاني؟ مش موافقة على فكرة، يعني مش موافقة، يعني قصدي مش بأيد او بعارض، انا باخد رأيكم. السلام عليكم. ده مش ولد صغير، ده كبير. نصابي ولد صغير. طيب ممكن اقعد جنبك؟ ايه اللي حصل بقى؟ انا كنت قاعد في البيت عندنا انا وامي، بس جه واحد نادى عليا معرفوش، شغال مع الناس ديت، قال لي كلم عم سيد. خرجت بقول له فيها عم سيد، قال لي تعالى يا احمد عايز اتكلم معاك. خرجت عند باب البيت لقيت الاربع من فراق فيه مستنيني، بتكلم معاهم قالوا لي احنا عايزين التليفون اللي اخوك خده. لاخوك خده؟ ده عنده كم سنة؟ سنتين كده. قال لي عايزين التليفون اللي اخوك خده. قلت له انا معرفش حاجة عن التليفون دوت، انا اعرف اللي انتوا عملتوا له محضر وكده، سيبوا القانون ياخد مجراه. قال لي لا انا ماليش دعوه بالقانون، لو ما جبتليش حق التليفون دلوقتي هاخد ايدك مكانه. قلت له ازاي تاخد ايدي؟ قال لي هوريك. كتفوني، واحد كتفني من ظهري واتنين مسكوا ايدي، وابوهم الراجل الكبير عم بقول له، ابوهم قدامي بقول له الحقني يا عم احمد الحقني. قال له خلص خلص يا وافي خلص. قام نازل على ايدي بالسيف. السيف؟ السيف. وهي ايه بقى حصل لها ايه؟ ده يا طارت خالص بعيد؟ طارت خالص، ببص على الارض انا ما شفتهاش. هي قطعوها يعني؟ قطعوها طارت، انا ببص على الارض ما شفتش ايدي. انا جريت، قعدت اجري. قعدت تجري من غير ايد؟ غير ايدي، قعدت اجري من غير ايدي. سبت ايدك في الشارع؟ انا ما شفتهاش. يعني طارت وانت مش شايفها قدامك حد، لكن شايف ان ايدك من غير ايد. شايف ان ايدي من غير ايد. انا بصيت على ايدي لقيت ما فيش ايد. جريت، واحدة من الشارع شافت ايدي حطيتها في كيس. شالتها في كيس وديتها العيل، عيل صغير عنده 15 سنة ولا حاجة، جري ورايا. قلت انا ركبت توك توك عشان اروح المستشفى، لقيته جاي ركب جنبي وراح معايا المستشفى. رحنا السيد جلال، قالوا لي لا احنا ما بنعملش زراعة للايد، خدوا الكف وحطوه في محلول عشان ما يموتش. وركبنا عربية تانية، قالوا لي اطلع على معهد نصر على طول. ركبنا عربية تانية رحنا معهد نصر، وستر ربنا كان في دكتور اسمه دكتور أيمن أبو المكارم هناك، كانوا عايزين يبتروا ايدي من هنا من عند الكوع، يقطعوها خالص. دكتور أيمن أبو المكارم قال لا، دخلوا أوضة العمليات وأنا هاجي أعمل له عملية، كان معاه الأجهزة بتاعته بالصدفة.
بس قعدت 14 ساعة في العمليات. انت حاسس بايديك دلوقتي؟ يعني لو انا مسكت كده مش حاسس خصني بلمسك؟ هو قالك ايه يعني؟ يعني هيلزقها ازاي ولا هيعملها ازاي ولا؟ عملوها، عملوا زراعة يد، بس أنا لسه مش حاسس بقى. مش حاسس بقى؟ قال بتحرك صوابعك دي؟ مالها كده متحرك؟ هي حكاية أخوك إيه بقى؟ هو أخوك خد التليفون فعلا؟ اه خده، هو كان شغال مع اللي هو خد منه التليفون وليه عنده فلوس، واخد التليفون بدل الفلوس. بيقول له هات الفلوس، وقال له مش هديك فلوس، فخد التليفون وقال له مش هديهولك ومشي وراح باعه وكده. هو تليفون نوع ايه؟ مش عارف نوعه، مش عارف. انا مش انت اخوك هنا؟ لا الجيش، مش هنا. خد تليفونه وباعه وخد فلوسه. تاني يوم بقى الموضوع ده حصل. وانت مالك انت؟ معرفش، انا كنت لوحدي في البيت، هم عارفين ان ابويا واخويا، ان ابويا واخويا الكبير في عند اخويا التاني في النيابة، لما الحكومة جت خدته عند اخويا التاني في خدته عشان ايه؟ عشان التليفون؟ يعني راحوا بلغوا، كانت الحكاية ماشية في القانون يعني. وابويا قال له شوف لي التليفون دوت، هات لي العلبة بتاعت التليفون وانا هجيب لك تليفون زيه، هات لي بس العلبة وانا هجيب لك تليفون زيه. راحوا بلغوا وعملوا محضر، الحكومة خدت اخويا، طلع خد اخلاء سبيل، كان اخويا الكبير بقى وابويا عنده في النيابة. ممكن كانش فيه غير انا وامي بس اللي في البيت. قولي انت لما السيف جه على دراعك وراح مطير دراعك كده حسيت بايه؟ ما كنت واعي؟ لا حسيت بايه؟ انا ما حسيتش انها اتقطعت خالص، ما حسيتش غير لما شفت بعيني. بتنزل دم؟ نافورة يا استاذ، نافورة والدم كتير. انا يعني الحمد لله ما شفتش حد يعني بيقطع ايد حد قبل كده. انا استغرب، بس المنظر ما بيفرقش عيني. شايف في ايدك من غير ايد؟ شفتها من غير ايد. اخوك لما عارف بقى قالك ايه؟ اخويا كان بيتجنن، كان متجنن. بس هو مش ايه، بس هو اللي حكاية يعني انا جاية على اساس ان انت اللي واخد التليفون مش اخوك. ايه هما حاول يعني؟ كنتش اعرف اصلا ان هم عايزين يعملوا كده. بيعملوا فيك انت كده ليه يعني؟ ما يعملوا في اخوك. ما اخويا كان محبوس ساعتها، كانش في القضيه. طب ما خلاص حقهم بيرجع لهم يعني. لا انا قلت لهم كده، قلت لهم اخويا محبوس. ايه يعني ليهم تيار ديني او حاجه يعني؟ هو بيقطع ايدي، لا قطع ايدي، ده قال لا اله الا الله. مش انا قلت لكم بكام ينفذ الشرع يعني؟ بس مش انت اللي سارق. اللي ساري، بس هو قال عشان تبقى عبرة لأي حد يمد ايده على حاجة مننا. لا اله الا الله، وراح قاطع ايدك. ليه بقى انت يعني رحت شفتي ابنك من غير ايد؟ شفت ابني من غير ايد؟ ايه ده، انا هما ندهوله خبطوا عليا، لان هما جيراني في الوش، وش بيتي على طول. لقيت الباب بيخبط، فواحد جه بيقول لي اندهل تيتا، هو اصلا اسمه تيتا يعني شهرته تيتا، اندهل تيتا يكلم عم مسيد اللي هو في القضيه ده. فصحته كان نايم، قلت له يا تيتا، كان ساعه اذان العصر، قلت له يا تيتا كلم عمك سيد عايزك، انا مش في دماغي اي اخوانه ولا اي حاجه. فيا دوبك خرج يعني، ما غابش 5 دقايق بس، في خرجته دي انا قلبي اتقبض عليه، خفت عليه. لقيت لك ناس بتصوت صوت جامد. وعمل كده الساعه كام بتقولي؟ يعني صلاه يعني العصر جدا، انا كنت اخش يعني في الشمس في الدار وسط الناس. اذان العصر وسط الناس عادي، مش هاممهم يعني. في اذان العصر احنا عندنا الحاره بتاعتنا تقاطع يعني، تخرجي منه على اي شارع. قصدي بس في ناس يعني في الشارع؟ ايوه في ناس، ما كان اذان العصر عن اللي بيصلي اللي مش عارف. لا اذان العصر الجو بقى بيبقى هادي شويه،
لقيت لك في ناس بتصوت. انا خرجت بجلابيه البيت، انا عمري ما خرجت بجلابيه البيت، خرجت بفتحت باب الشقه لقيت لك ناس شفت ده من ظهره زي الحمامه الطايره، مش ما شفتش ايده، انا شايفه صوت 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 وشايفه نافوره وكل الناس بيقولوا ايدي اتقطعت، ايدي وقعت، ايدي وقعت، ايدي. انا بقيت اصوت مش عارفه اهلي بقى شايفه دم بس نافوره، بقول لك ناس واحد هو ربنا يبارك له من الحته عندنا جاب حاجات وبقى يربط له في ايده من الواد، هو ده ما بقاش داريان وبقى الحمد لله. انا لقيت الايد دي حطيتها في كيس، اللي لقيت الايد دي مرات اخويا عيني، انا بعيد انا قدام شويه كده، انا قاعده هنا من ساعه الموضوع، ما اخواتي يعني خايفين علينا نروح لوحدينا وكده عشان بابا اتاخد واخوك كبير اتاخد بسبب المشكله دي يعني. ف انت بتقولي دلوقتي اخوه رجع التليفون في يوميها صح؟ هما حضرتك بلغ الموضوع دوت، هو كان هو وقاسم ده صحاب اللي هو في القضية دي، فجي هما كانوا بيشتغلوا مع بعض، فبقى اللي انا عرفت ان هو كان ليه فلوس عنده، فبيقول له قال له ما معيش ومش عارف، راح واخد منه التليفون، فالتليفون ايه خده بيعه، اما خدته الحكومة راح جاب لهم التليفون، خده وراح جاب في نفس اليوم، يعني نفس اليوم اللي اتاخد فيه واخره سبيله تاني يوم اليوم المشكلة ده خلوا سبيله، مشكلة اخوه دوت هو ما قعدش في السوادي الليل بس، لما ما اتحبسش راحوا جم قطعوا، لا عارفين ان هو محبوس، مش عارفين هم خدوا التليفون بالليل واحنا ما نعرفش ان هم جاب لهم تليفون ولا حاجة، احنا ما نعرفش. بابا بتقولي خرج بعد كده؟ هو ما كانش لسه خرج واخوه متعور، كان لسه بقى من النيابة، مش عارفة اجراءات النيابة، لسه محبوس بس كان هم كانوا اخلى سنه، وهو لما التليفون رجع والولد محبوس هم قطعوا له ايده ليه؟ ناس جامدين في الحته فاهماني، جامدين فعندهم ما حدش عارف يعمل لهم حاجه يعني، واخدين سيطره الناس. بتشتغلوا ايه؟ هم كانوا طبقه العازله اللي عندهم العربيات اللي هي النقل واللي بيقفوا من في الموقف بيحمل. هو انت لما نزلت من البيت سالوك على اخوك ولا سالوك على ايه؟ مش على اخوي، هم جايين عشان انا جاي معاه. طب غريب قوي، طب ما استنوش اخويا لما يطلع يعملوا فيه كده؟ والده جاي من النيابه نازل من الميكروباص اللي هو الموقف بتاعهم، قابله سيد الهوك دوت، قال له جوزي بقى بيقول له قابله بيقول له احنا عايزين التليفون، قال له ابوه ما كانش يعرف بقى ان هو خد التليفون، ما يعرفش حاجه، انا ما نعرفش حاجه، فراح ابوه قال له انتوا انا قلت لكم هاتوا العلبه وانا اجيب لكم التليفون وانتوا حبستوا الواد، بخلي الحكومه تاخد مجراها طالما انتوا ما رضيتوش تجيبوا لي العلبه، راحوا ضاقبتين ابوه، ابوه عنده 58 سنه، راحوا ضاربين ابوه يا حراميه، قال له شتم ابوه، ابوه جه حكى لي. ايوه هما ليه ما كانوا في الكلام، فقال له طالما انتوا مش طالما ابنك اتحبس احنا هنقطع لك ايد ابنك التاني، فابوه جالي في عيدان العصر في الوقت. ما هما كانوا عايزين يروحوا يبلغوا ما يتحبسش، مش فاهم يعني، هو قصدي اقول لا قصدي اقول هما راحوا الحكومه يبلغوا عشان الولد يتحبس صح؟ طب اما الولد اتحبس، الولد هم عارفين كده ان ما خدش اخلاء سبيل ولا حاجه، هم عارفين ان هو محبوس ماشي يعني، هم راحوا اصلا الحكومه عشان يتحبس، كان ممكن قوي ما يروحوش يبلغوا ويقطعوا ايد ابنك الاولاني. ما انا بقول لك هم الناس الجامده في الشارع في تواتي يعني، ما هي لا قصدي اقول ده ذنبه يعني، ليه ما استنوش ليه لما الولد يطلع؟ قالوا لابوه احنا ما قطعناش ايد ابنك التاني ما نبقاش احنا، راح ابوهم قال لهم اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. جه والده بقى جه قال لي ده حصل كذا كذا من سيد، قلت له يا عم سيبك منه ده، هو تلاقيه بيقول اي كلام كبر دماغك، انا قلت له كده، راح يشود يعني. هو جه قال لك ان سيد قال كده وانت قالوا لك عم سيد عايزه، رحت قايله له انزل دماغي بقى، انا قلت ده جيراننا والباب في وشنا هيعملوا له حاجه يعني، اي حد يعني انت بتقولي لحد اي حاجه هتصدقيها؟ ما احنا مش في، بس انا عايزه برضو اعرف هما راحوا بلغوا عشان الولد يتحبس، لما اتحبس ما كانوش مرضيين ليه بقى؟ ليه قطعوا؟ ما اعرفش احنا بصينا، هو عشان خناقه كانت مع ابوهم فعايزين يعني يحبسوا واحد؟ لا ما كانتش خناقه، ده مشاده كده، كانوا عايزين تليفون مش عارف. بتقول لامك تليفون رجع؟ التليفون رجع بقى، ما اعرفش هم عرفوا ولا لا، كانش لسه رجع، كانش لسه يعرفوا ان هو رجع. لما ابني خرج بعد ده ما اتعور، قال لي ياما ده انا التليفون الحكومه خدتني وانا جبته لهم. قلت له طب ازاي يا ابني؟ امال قال لك ما اعرفش، انا جبته لهم من المكان اللي انا بعته فيهم وجبت لهم التليفون ده. اخوه خرج تاني يوم، ده ما كان في المستشفى، ما خرجش يعني، مبني رجليه اتقطع، ما ايدي اتقطعت تاني يوم لقيته خرج. هما من نوع اللي هما
فاهمين انت الناس الجامده اللي ما بتسيبش حقها؟ مش فاهمه بصراحه يعني ايه جامدين الساعه 3 العصر يقطعوا ايد واحد في الشارع؟ يعني ايه الجمودية في كده؟ يعني لو ظابط عمل كده هيتحبس، لو قاضي عمل كده هيتحبس، ايه الجمودية؟ مش فاهمه. بتر كامل اليد اليسرى وقطع الاوتار والاوعيه الدمويه والاعصاب. كويس والله يا الدكتور اللي انقذك. الدكتور ده احنا ربنا كرمنا بيه، يعني بيقول لك اول ما دخل كان هيقطعوا ايديه خالص. كنتوا هتوجبوا معايا انتوا واجب؟ كنت هتتقطع من هنا فعلا. وراحوا الدكتور ايمن ابو المكارم ده اتصلوا بيه وشيعوا له هما بقى بطريقتهم، قالوا ده حصل كذا كذا بقى سي دي على في المستشفى، راح قال لهم حضروا لي اوضه العمليه. طب والله والله نحييه برضه دكتور ايمن ابو مكارم. بص دكتور، ده انا لو طولت رجلي ابص، والدكاتره كلها عامه دكاتره في التجميل وكل المستشفى ايه بقى؟ معهد ناصر، 13 ساعه و31 دقيقه، ربنا يبارك لهم كلهم. والمحامي برضه ما انساش المحامي اللي وقف جنبي، ربنا يكرمه الاستاذ علاء الدين حسن خضري، ده استاذ ما فيش بعد، يعني ما خدش مني شيلن، ومتطوع ان هو هي حتى كارته حاطه. مش عايزه كارته، ما عنديش يعني، ما عنديش قضايا انا خالص. لا يا حبيبتي، يعني هو متطوع ان هو يقف ببلاش، انا ما معيش حاجه اصلا عشان اقوم محامين صراحه. ناس كتير انت واضح ان انتوا ناس كويسين، ان ربنا برضو سترها معاكم. والله العظيم محامي كبير وحياه كتاب الله، قال لي بصي يا ماما انا رايحه له منهار، لان ابوك كبير يعني بيعنا واخوك كبير. طب انت لو قطعوا، لو كانوا قطعوا ايدين ابنك الاولاني كنت هتبقي زعلانه برضو، ولا كنت هتبقي حسن اليوم حق؟ لا لا، انا مش على حكايه ليهم حق، لو هم ليهم حق ياخدوه بالحكم، لو ابني سرق يعملوا اللي انت عارفه. انا انت عارفه ربنا قال ان اللي يسرق يتقطع ايده؟ لا ده احنا مش البلد دي بقى، ده ربنا مش السعوديه الكلام ده. ايوه ده الدين مش لا لا بس مش هنا، مش احنا مش في البلد. ايوه بس الدين بيقول كده. ماشي بس مش في بلدنا، عشان لا لا سيبك من قانون البشر، انا بتكلم على كلام ربنا. كلام ربنا ماشي، بس مش القطع ايدي بتقطعي حته من صباع، او حتى لو سرق بالقانون. بس هو ربنا قال تقطع على ايه؟ ونعم بالله، بس مش بالكده، احنا عمرنا ما شفنا كده، انا ما شفتش ولا اسمع ان التاني عمل ده يتقطع زي ما بيقولوا ان هو سرق، وهو ما سرقش، هو خد قال لي كان خد حقه يعني. خد حقه يعني انت كده. طب ولو كان سرق كنت توافق تقطع ايده؟ لا طبعا، ده ابنه وده ابنه برضه. لا في ام هتقبل ان ايد ابنها تتقطع ويفضل عاجز طول عمره؟ انا بقولك لو ده شرع ربنا يعني. لو شرع ربنا انا قابله بيه، بس ام مش هطيه كده. انت معلش بعد احترامي ليكي، انت شفتيه كده ما وجعكيش؟ طبعا لا، انا مش شايفه ان ليه ذنب خالص في اي حاجه بصراحه. ملوش ذنب ولا، واسالي عليه كل الحته لعمره دخل اسم. يعني مش فاهمه يعني ايه يبقى اللي عمل كده موجود وهو يتضل يتقطع ايده؟ بقول لك ولا ليه اي حاجه، ما انا بقول لك ما فيش اي حاجه. وبعدين كانوا صحاب واكلين عيش وملح سوا، يخرجوا سوا. طب واتحبسوا قد ايه بقى؟ ده لسه القضيه دي تاني 15 جلسه يوم 27. طب يا محبوسين بقالهم شهر؟ كويس. ما هي بقالهم شهر. ما هو بقالهم شهر وجوزي معاهم وابني. ليه بقى؟ ما هي قالوا لك هو راح قطع اوتار في ايده، ما عرفوا ان ايده اتقطعت، راح قاعد في مستشفى اسمها دار الشفا، وقال لك ده تيتا هو ده، قال لك اخوه الكبير مسكه وهو قطع لي ايدي، واحد ايديه مقطوعه وبيموت وهو قطع لي ايدي. طب لا مش فاهمه ايه دخل ابنك انت؟ هو سيد ده اللي هو نده لابني، قال ده اسلام اخوك كبير قطع. انا هو اللي مسكه يعني؟ لا اللي هو قال ده يعني، بص التبليه بيتبلوا عليه بقى، اللي هو سيد بقى الساعه 5:30 راح خيط ايده في المستشفى، قال لك ده هو اخوك كبير مسكه وهو قطع لي اوتار ايدي. هو سيد ده دي متخيطه عشان مين ضربه؟ انا ما اعرفش مين ضربه، ما شفتش. عمل له قضيه كده كيديه يعني؟ عارف ان ده اتفصلت ما يدوش شرح. طب وابوه مسجون ليه؟ ابوه مسجون، بيقولوا لك على ده ابوه، وابوه اتخانق معاهم. المدات تتعوري المدات ولا بصراحه؟ وانت لما ايدك اتقطعت رحت عورتوه برضه؟ ما هم جنبنا، تعوري ايه؟ هم جنبنا في الشارع، والسنج والسيوف بقول لك نزلت علينا زي المطر، والله 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 زي ما بكلمك كده اخرس ان ده بكلمه. ابوه بقى يجري فعلا، هو ابوه لو كان شاف اي حد كان كاله بسنانه، ده ابنه
بس راحوا لا راح قابل واحد راح غزه هنا في جنبه هنا في معهد ناصر برضه. قابل مين اللي غزه؟ واحد منهم بس انا ما شفتش لان انا كنت بموت على ده. انا كنت حاسه كنت ميتها في غيبوبه تانية بسببه. ابوه راح هما الاثنين كانوا في معهد ناصر. وابوه اتقبض عليه ليه؟ قال لك ده سيد متهمه في القضيه واحنا ماسكينهم عشان الراي العام يهدى وهم يهدوا ما يطلعوش يتخانقوا معاهم علشان ابني يعني بنهدي الموضوع. طب ده بقاله شهر ولا ده عمل لهم حاجه والعيال في الاسم ما فهمش اي حاجه. رابط ايده بقى عشان الاوتار اللي هو بيقول لك عليها اتقطعت دي والتاني اللي معاه، لكن لو وافي في حاجه ولا قاسم يعني. انتوا لما حصل له كده ما اتخانقتوش معاهم بقى؟ فين ده كل الناس كانت زي المجانين على الواد ده. احنا كنا بنموت اخواتي وعيلتي كله عايز يلحق ده. تتخانقي فين؟ تتخانقي فين؟ الايد مرميه في الشارع اتنفخت عارفه. لا قصدي بعد كده. بعد مفيش. لا انا من حظ الله من قبض عليهم بعد قد ايه؟ قبض عليهم بعد 3 ايام. بقول لك بقى في خلال ال3 ايام دول ما حصلش خناقات؟ كنا بنموت اصلا. نتخانق فين؟ ابوه اصلا خاف. لا الحكومه راحت له معهد ناصر وجايه تاخدهم. هرب ابوه، خاف وهرب ما رضيش يجي هنا. قال لك ممكن ياخدوني وما اطمنش على ابني. طلع من المستشفى ما لحقش يعني. ما لحقناش. هتتخانقي فين؟ ده احنا كنا بنموت هنا. وكل ده بقى كل اللي يروح المستشفى، انا كنت في غيبوبه، كل اللي يروح المستشفى هم بعد ما فوقت قالوا هيقطعوا دي من هنا. انت لو رحت معهد ناصر واتصلت بالدكاتره يقولوا لك، قالوا الفصل من هنا الفصل من هنا. بعد عنك بقى كله اللي بقى يصوت واللي بقى يعمل. لان احنا انا يوم ما كان في الرعايه تاني يوم انا ما قدرتش اروح اول يوم كنت تعبانه قوي. انا دخلت كله شافه ودخلت انا بعدين مش قادره اخش، خايفه اخش ما الاقيش ايده. يعني لو كنت شفت انا مشيت ايده دي مش اكيد. موقف وحش قوي خصوصا ان هو ما عملش حاجه. وتسالي عليه طوب الارض محترم جدا ولا ليه في خناق ولا في. انت لو مش محترم والله انا بقول لك هو ملوش في يعني. وراك حتى لو مش محترم لو انت طب اتخانق بس ما تفصلش ايده عن جسمه بسبس. ربنا ستر الحمد لله. بس هيفضل يا مدام هيفضل. بصي دي طبعا عجز عجز احسن مش موجوده برضه. ما انا بقول حتى تبقى باينه في وشنا احسن من ما فيش. بس الحمد لله هم دمرونا. هو نفسه هو بيقول الحمد لله. هو انت راضي يعني بقضاء ربنا؟ ربنا طبعا الحمد لله. الحمد لله والله ما بننام وحياه كتاب الله يا عيني. والله لسه كان بيعيط قبل ما تيجي ما فيش ساعه. يقول انا هفضل كده ولا هعرف اشتغل. فعلا يعني اكيد مؤلم انه يفضل معلق ايده كده. بنروح اهو كارت المتابعه خميس واثنين وحد، لازم نروح كل 3 ايام في الاسبوع المستشفى. هي هو طب هو قال لك انك هتفضل عاجز ولا قال لك ممكن بالعلاج الطبيعي والحاجات تشتغل؟ هو لسه قال لي. انا شايفه ان هي ممكن، اصل هي الدم وصل لها اهي. يعني انت ضوافرك مش زرقاء فانت الدم واصل ممكن تتحرك عادي. مين قال انك هتبقى عاجز يعني؟ قال بس نسبه العجز اكتر. هما اصلا مضيين على 5% نجاح العمليه. لا مش مهم، بس انا شايفه ان الايد شكلها لونها كويس يعني. الحمد لله. الحمد لله ان هي رجلت احسن من مش من غير ايد. فيعني ده ذنبه ايه؟ ولا كان ليه في حاجه ولا كان في ليه في محتاجه. وبصي حياتنا كلها سودة والله 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 حياتنا كلها سودة. دمرونا، دمروا بيتنا ودمروا حياتنا. انا ما رحتش بيتي، مش قادره اروح بيت. اروح بيتي ازاي انا وهو لوحدينا؟ في بيت مين دلوقتي؟ دوت ابن عمي اللي انا عنده وده اخويا بس شقته يعني على قده قاعده معاهم. لان انا معيش هو ده والتاني في الجيش. وابوه واخوه اللي هم معايا بقى، ابوه واخوه اللي هم بيعلونا. يعني حياتنا اتبهدلت واتدمرت. وانت اللي مقبوض عليه مش اخوه اللي خد التليفون؟ لا اخوه الكبير ده انسان محترم جدا. ولا ده كل اللي يعني مقبوض عليه ومالوش دعوه واللي عمل الحكايه في الجيش. وبعدين ما كانتش يعني ما كانتش قصدي اقول برضه اللي عمل المشكله كانش متخيل انها توصل لكده. لا وقصده ان دي كرامتي، انت تاخد مني حاجه بالعافيه. انت واخد هم جامدين يعني اي حاجه يعني واخدين ان هم سيطره جامده في الحته. فازاي ان حد بقى ياخد منه حاجه بقى؟ لان هم مش هيترسموا عليا. هو فكرها بايه؟ بالطريقه بتاعته.
بس والله والدي قال له لو التليفون بكام انا هجيبه لك، اجيبه لك قسط مش هضحك عليك، انا اقول لك معايا اجيب التليفون. قال له قول لي هات لي العلبه وقول لي رقمه ايه ولا اسمه ايه وانا اجيب لك. قصدك ان ما ولتقتوش يعني ما قلتوش التليفون مش هيرجع؟ يعني مثلا ابن عمل حاجه خد منه حاجه هجيبها لك، مش هقول لك لا. بس بالخناق انا بموت من الخناق، انا بترعب من حاجه اسمها خناق. فانا اعمل حاجه زي دي اعجز عيل عنده 19 سنه ابهدله البهدله دي؟ ما عملش حاجه. يقول له لا يا عم سيد عايز حاجه تيتا خدت لنا حاجه يروح يشتري له، ما عمره ما قال لحد لا في الحته. اي حد عايز حاجه او ماشي يابا ماشي يا خالي، كانوا بيقولوا له يا خالي على طول كده. فما ينفعش احنا فين هنا يعني عشان يعمل كده؟ ان شاء الله الحق يرجع. دمروا اخوه الكبير ودمرونا، داخلين على ايام مفترقه، خلوا السنه استغفر الله العظيم يا رب. لا بس يعني لا صح لا صح كده، الحق هيرجع يعني. لسه في طبيب شرعي، لسه في طبيب شرعي، شوفي بقى الطبيب الشرعي ياخد قد ايه. بس المهم ان في الاخر يعني ينجو منها ان شاء الله. واحنا ده عايز علاج، ده المفروض كل يوم والله العظيم يوم ويوم 100 جنيه، انت واقول لك مش هكدب عليكي، اللي بيجي مثلا يدي هيدي كل يوم؟ انت هتيجي تعملي معايا مثلا حاجه هتعملي معايا كل يوم؟ احنا ممكن نتولى حالته مش مشكله. خليكي، فطبعا انا حياتي متدمره مش هكدب عليكي. طب يعني احنا ممكن نتولى ان شاء الله. لازم يروح مع عبد ناصر يوم ويوم، يوم ويوم وحياة كتاب الله 100 جنيه اخته اللي بتاخده، لان انا تعبانه ما بقدرش امشي. تاخده بتروح بيه على طول المستشفى، توديه تاكسي رايح، ده هيركب مواصلات مع عبد ناصر مش هيعرف يركب مواصلات. فتروح والتذكره مش عارفه ب 35، وبيطلبوا بقى علاج ويطلبوا مراهم وشغلانه ثانيه. طب اعمل ايه انا؟ وهو عمال اقول طب هم ليه؟ يعني مثلا هو المجني عليه زي اللي مش مجني عليه؟ ايه بقى حكايه المحاضر الكيديه وان واحد يعمل حاجه قدام حاجه؟ هي دي مصيبتنا. واحد ايوه مش مثلا تخلصوا مثلا، انا عيطت، انا بقيت اعيط قدام الاسم وعيطت هنا يا اولاد. طب انا عايز حد يصرف عليه، يعني ابوه يخرج اخوه يخرج حد يعنا، طيب هنعمل ايه؟ احنا هو ربنا بس والله. رحت للمحامي ده ربنا يبارك له يا رب ويسترها معاه، رحت له قال لي بس انا عرفت قضيتك والله يا بنتي، لا اقف جنبك لو ايه، وحياه لا اله الا الله، مريض ياخد مني شيلين وحياه كتاب الله. ربنا وقف لك ولاد الحلال. هو دكتور ايمن ابو المكارم وعلاء الدين حسن خضري، يا ربنا يبارك له يا رب، يقف جنب الغلابه مش جنبي بس والله العظيم، وحياه كتاب الله. مش بقول لك اي كلام ولا بزوق فيه، والله العظيم ربنا يبارك له. استاذ علاء خضري هو اللي وقف جنبي، واي جلسه بيحضرها من غير ما اتصل بيه والله يقول لي يا بنت انا شايف، انا لوحدي اللي بروح. خلاص احنا برضو احنا يعني هنعالجه ونشوف محتاج ايه. يعني ايه توالى دوت العيل دوت؟ لان هو دلوقتي لا هيروح ولا هيجي ولا هيروح فين، هيفضل قاعد بايده ولا هيروح فين؟ اما نشوف بقى هترسي معانا لحد امتى. هو هنا الطبيب الشرعي راح هو يوم الاربعاء. وانت لما بتروحي يوم ويوم بتروحي للدكتور ايمن ولا بتروحي لاي حد؟ الدكاتره اللي تحت يعني. هم اللي بيبشروا. احنا ماشي. ايه اللي حصل؟ هو حضرتك اول الحكايه الاستاذ محمد ده اللي هو في المستشفى كان سرق تليفون من ابن عمي، واخد بال حضرتك؟ طلع عندنا. سرقه ازاي؟ طلع عندنا حضرتك البيت، هي اخر شقه في الدور الاخير، فيها بنت النوت وفيها ايه؟ وفيها قاسم ده اخوه، ما فيش حد تاني بيبقى قاعد معاهم على طول. بيعكسها يعني ولا؟ لا مش الفكره، هو الفكره ان هو كان يعني عشان طبعا احنا حضرتك منطقه واحده ومكان واحد، فطلع لفوق واخد بال حضرتك ليه قاسم نايم، راح سحب التليفون ونزل لتحت. اخته طلع هي وطيها غير ما تاخد بالها يعني. لا هي حضرتك هي كانت تحت في يعني ما كانتش اصلا موجوده في الشقه، واخد بال حضرتك؟ فهو طبعا هي وطالعه هو نازل، فبتقول له انت كنت فين فوق؟ قال لها ده انا كنت ايه، كنت مع قاسم ونازل. راح اتخبط على عمنا اللي هو تحتيها في الدور الارضي في الدور الثاني، واخد بال حضرتك؟ قالت له، قال لها لا ما فيش حاجه، ده انا بصيت على قاسم لقيته نايم ومشيت. قاسم قام ما لقيش التليفون، بيقول لها التليفون، بيسال اخته بيقول لها التليفون راح فين؟ قالت له لا ده فلان الفلاني اللي هو ايه كان هنا ولسه نازل من فوق. دي كانت اول حاجه. حضرتك راح قاسم يعني احنا لو ناس بلطجيه وناس زي ما قبل ما تدافع بس اسمع الحكايه وبعدين الخناقه حصلت ازاي؟ حضرتك احنا اول حاجه رحنا عملنا المحضر حضرتك في الاسم،
وفعلا بعت رئيس المباحث ان ايه التليفون اتسرق، ان التليفون اتسرق. واخد بالكم موجود الواقعه دي معروفه وفيها ليها محضر حضرتك متثبت هناك في الاسم. واخد بال حضرتك؟ وطبعا الاسم راح اتحرى وخد الاخ واعترف بالسرقه محضر السرقه قبل الخناقه. قبل الخناقه يا فندم، قبل الخناقه بثلاث ايام حضرتك. وراح اتحرى والمجنى ابتدى هو اعترف ان هو سرق التليفون، وراح جابه من شارع عبد العزيز باب الشعريه وجابه من هناك وصاد من التاجر 500 جنيه والتاجر اعترف ان هو اللي بايع له التليفون. حلو. بس وبعد حضرتك طبعا جم اهله وعمامه وولاد عمامه اللي هم عائله فوله دول، جم بيتكلموا مع ابن عمي عندي الحاجه بتاعتنا حضرتك، يعني عندنا عربيه تنقل وناس يعني على الله يعني. فجم بيتكلموا معاه على اساس ان ايه، طب انت عملت محضر ليه وانت مش عارف ايه وانت مش عارف ايه. طبعا حضرتك المشاجره حصلت، عايزينه يتنازل يعني، عايزينه يتنازل عن المحضر، بس حضرتك طبعا بالاسلوب اللي هو ايه بلطجه. حصلت الخناقه وبعدين حصلت الخناقه، كان واقف مين؟ ما كانش غير واقف سيد وعصام اللي هم حضرتك محجوزين حاليا في النيابه في الاسم. واخد بال حضرتك؟ طبعا انت عارفه الخناقات يمين وشمال وهنا، طبعا هم اصلا جايين مستعدين للكلام ده، معهم اسلحه. زعلانين يا فندم هم على ان ازاي احنا عملنا محضر ورايحين نحبس ابنهم. واخد بال حضرتك؟ هم جايين يعني ايه، مش مثلا مش غلطانين وجايين يتكلموا. جايين معهم اسلحه ولا معهمش؟ جايبين يا فندم السنج وسكاكين ومجهزين نفسهم. وحضرتك زي مخبيينها فين يعني؟ ما هو حضرتك بعت اول حاجه ابو الولد اللي هو طارق فوله ده اتكلم بالاسلوب اللي هو ايه لوي الدراع والصلح والكلام ده كله. فطبعا حضرتك ايه جم مستعدين ان هم للخناقه والكلام ده كله. حصلت الخناقه، المجني عليه ده كان معاه سلاح؟ المجني عليه كان معاه سنجة يا فندم. بقول لحضرتك سنجة. وانت واللي محبوس ابن عمك ده اللي هو قطع ايده معاه ايه، سنجة برضه؟ حضرتك يا فندم احنا كنا قاعدين يعني سيد ده وعصام كانوا يعني كانوا قاعد قدام اكل عيشهم عند العربيات بتاعتنا والمكان اللي احنا بنحمل فيه. مش انا بسالك قطع له ايده بايه؟ قطع ايده ازاي؟ ابن عمك احنا ما نعرفش ايده اتقطعت ازاي، دي موضوع ايده ازاي؟ هنكذب. بص انا واقفه ساعه بسمعك. انا والله يا استاذ ريهام انا بقول لحضرتك الحقيقه، واقفه ساعه بسمعك. اصل استحاله يبقى في اتنين وفي سته ولا سبعه عليهم احنا نقطع ايديهم. انا عندي سيد حضرتك الوطن هيقطع ايدين نفسه يعني؟ لا يا فندم حضرتك، ما سته ولا سبعه احنا ايش عرفنا؟ قال له سته سبعه مش هيضربوا في بعض يعني. لا يا فندم لا، ما هو حضرتك مناوشات باصلحه بيضاء، ايه اللي ممكن يتم فيها؟ قطع له ايده عشان بيسرق يعني؟ اتنين من عين عمي مثلا قصاد سته ولا سبعه، احنا ما كانش حد موجود يعني خالص. انا واقفه بسمعك ومحترماك وماشي وتمام. انا حضرتك انا مكلم حضرتك وبالصوت عمال اطلب. حلو تمام. عشان حضرتك لما يحصل ماشي، لما يحصل مشاجره خصوصا لما يبقى في اسلحه طالعه وارد جدا ان يحصل تلطيش يمين وشمال. يعني ايه؟ يعني ممكن اقطع ايد حد من غير ما اقصد، ممكن اضرب حد من غير ما اقصد، لكن هنقول اصل ما نعرفش ايده اتقطعت ازاي، الناس كلها هتبوظ كل الكلام اللي انت قلته. ها احنا ممكن نقول ايه؟ هو حرامي يستحق ايده تتقطع ولا لا زي ما الشرع بيقول مثلا؟ تمام. لا ماشي، الحاجه دي بتاعت الحرام. لكن ما نقولش اصل ما نعرفش ايده اتقطعت ازاي. ايوه ما حضرتك مشاجره وايده اتقطعت، اكيد اللي قطعها مش حد معاه، اكيد حد ضده. يا فندم حضرتك ما هي مناوشات وناس معاها اسلحه بيضاء وهنا وهنا، ما فيش حضرتك اتنين على سبعه ولا ثمانيه وهيقطع ايده. ما انا حضرتك معايا سيد الهوك اللي هو المحبوس دلوقتي، معمول له عمليه في دار الشفاء اربع اوتار في ايديه متقطعين ومفتوح له لحد يعتبر في اصابات في الناس اللي محبوسه؟ مساء اصابات، وفي واحد عنده ارتجاج في المخ ودماغه مفتوحه. طب الفيديوهات اللي معاكم دي فيها ايه؟ فيها حضرتك هم رايحين بيشتروا مواس ومعاهم السنج والسنج والحاجه موجوده اهي يا فندم. يدينا فتوى هو قطع الايد بالسرقه ده كان في حديث ولا كان في شرع ولا كان قانون ايام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ولا كان ايه؟ يعني هل ده في ديننا ان اللي يسرق يتقطع ايده؟ طب وهل لو ده صح هل ينفع اي حد يسرق من حد حاجه يروح رايح قطع ايده؟
ولا في احكام و و و يعني عارفه ان السعوديه بتقطع الايد، لكن مش اي حد بيقطع ايد حد، في قاضي وفي محاكمه. يعني عايز اعرف رايكم في الموضوع ده، يعني ان واحد يرفع سيف ويقول لا اله الا الله يروح قاطع ايد واحد، فإن شرع ايه اللي انت بتنفذه؟ اما هو مش ده اللي سرق اساسا. هتسموها تطبيق للشرع ولا تسموها بلطجة ولا هتسموها عشوائية ولا هتسموها ايه؟ وازاي حد يجيله قلب يعمل كده عشان موبايل؟ يعني ده بيقول ابوه قبله قال له انا مم انا انا يعني ممكن اجيب لك موبايل بداله، و يعني عندك لو حتى عندك واحدة شغالة بتساعدك في البيت أو سرقت، هتقطعي إيديها؟ مش عايزة أفضل بس أقاوم الفكرة وتطلع حاجة موجودة في الشرع أو في الدين. فأنتوا فدوني، أنتوا أحسن مني. سهام، مساء الخير. مساء النور، أهلا بيكي. اولا انا نفسي اقول لك ثلاث حاجات، بس قبل ما اقول لك رايي في الموضوع ده، اتفضل. عايزه اقول لك ان انت انسانه فعلا في زمن ما فيهوش راحه فيه الانسانيه. بشكرك على كل اللي بتعمليه مع الناس. ربنا يخليكي، ميرسي والله العظيم. وعايزه اقول لك ان كل كلمه بتتكتب عنك او بتتقال وحشه او حاجه، هقول لك زي ما عبد الوهاب قال، حطي الكلام ده فوق بعضه، كان زمان بيقول لك جرايد، حطها في الارض فوق بعضها وقفي عليها، هتبقي اعلى من الناس كلها. ربنا يخليك يا رب، بس نبقى عاليين عند ربنا، مش في اي حته تانية. لا اكيد اكيد ان شاء الله كل ده ربنا هيقعده لك والله العظيم ان شاء الله. ونفسي بقى منك حاجه واحده بس هطلبها منك، ويعني املي بقى في ربنا وفيكي فيها، يعني قوليلي. نفسي اسلم عليكي واشوفك. ربنا يخليك، اكتر من شرفينا. يعني يوم كنت هتعملي تحيا ماتش ولا حاجه، وتلبسي لبس الجيش وتيجي، والدك يلبس الجيش ويجي، ايه المشكله؟ خلاص تجيبني معايا كمان. خلاص والله، يبقى ما تقفلوش غير ما تاخدوا نمرتها ان شاء الله. والله العظيم بحبك 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 يا يعني. ربنا يخليك، عظيمه، ربنا يخليك. يعني زي ما بيقولوا خليهم يغلوا دمارهم كل الغيران منك. انا شايفه برامج كتير، والله الدنيا فتح. والله الدنيا ولا مستاهله غليان ولا غيره ولا اي حاجه خالص، كلنا انا بقول الحمد لله ان هم بيقلدوا صغير خير، يعني اكتر من برنامج فتح، يعني الحمد لله. ده بالمزيكا يعني، يعني كلهم بقى حتى ركبوا المزيكا. يا رب يا رب يقلدونا في الخير على الاقل. من غيره بقت في الخير، دي حاجه جميله ليكي. لا مبسوطه. قولي لي رايك ايه في اللي انا قلته ده في التقرير اللي فات؟ والله رايي حكم الشرع في الكلام ده دايره يعتبر ارهاب، جزء من الارهاب. هو يعني نصب نفسه ان هو يقطع ايد، يبقى يعمل زي البنت اللي كانت اول امبارح في المترو، وواحده ماسكه قطر وقصت لها شعرها. على انهي اساس؟ على اساس ان شعر المراه حرام. دول بقى يعني واخدين نفسهم منظمه ان هم دول يعني اللي بيطهروا المجتمع. اعتقد ان دول ناس بلطجيه وارهابيين. يعني قصدك ان احنا ما نعملش قضاء على بعض؟ يعني ما ينفعش الانسان يقعد على نفسه الاول، شوف اخطائك وبعدين شوف اخطاء الاخرين. بعدين احنا الدوله مش بنحكم بالشريعه الاسلاميه، احنا دوله بنحكم بالقانون الفرنساوي، القانون العادي. الكلمه دي هتزعل ناس كتير قوي. لا يزعلوا، مش دي طبيعه مصر، جمهوريه مصر العربيه. الشريعه الاسلاميه في السعوديه، يروح السعوديه هناك يطبقوها. بعدين اصلا الناس اصلا فين يعني؟ لا انا عايزه اقول ان حتى احنا طبعا لازم نبقى، انا بشكرك، نطبق الشريعه الاسلاميه في كل حاجه في حياتنا، لان هو ربنا حط لنا الطريق الصح اللي ينور لنا بيه حياتنا. ولو تمعنا في ديننا بجد ومشينا عليه بجد، مش هيبقى عندنا اي مشكله في الحياه. ولكن زي ما سهام قالت، فكره ان انا ابقى قاضي على اللي قدامي، يعني انا اقرر اقطع ايدك او اقرر اقص شعرك او اقرر، زي ما قلت امبارح، اما بدخل اصلي في مسجد والاقي كل اللي موجودين بقوا قضاه عليا كلهم، كتفك مش في كتفي، انت مش واقفه في الصف صح، انت ومش بطريقه لطيفه خالص، طلعي قدام شويه، انت في السجده ما عملتيش مش عارفه ايه، انت طول الوقت كده. طب يا ريت
شيخ صبري فؤاد، اهلا بيك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك احد علماء الازهر ان شاء الله. اهلا بيك. انا كنت عايزه اسال حضرتك، قطع الايد عند السرقه ده شرع ولا قانون ولا حديث ولا قران ولا ايه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبه لقطع يد السارق، اولا من له الحق في قطع اليد؟ دي مهمه جدا. ده اولا. ثانيا متى تقطع اليد؟ ثالثا ما هي الأدلة والبراهين التي تقام على السارق حتى تقطع يده؟ أولا قطع يد السارق مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والله أيوة. أنا جاهلة، أنا ما أعرفش. لا ده انت استاذه الاساتذه يا استاذه. لا والله انا بجد فعلا ده انا ما كنتش يعني اعرف ده. هي موجوده في موجوده في اني سوره شيخ صابر؟ قال الله تعالى والسارق والسارقه اقطعوا ايديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله. ده يعني ده في القران الكريم وصريحه ويعني ما فيهاش يعني. ولكن امتى بيقطع ايد السارق؟ اولا إن سرق شيئا ذا قيمة. ذا قيمة. عند بعض الفقهاء قالوا يزيد عن دينار ذهبي. اوكي. وطبعا دينار ذهبي يقدر بكام في هذا الزمان ما نعرفش، دي أولا. ثانيا أن تقام عليه الأدلة القاطعة أنه سرق بالفعل. طب حضرتك قلت حاجة مهمة في الأول، مين اللي يقوم بقطع إيده أو الحكم بقطع إيده؟ الحاكم أو من يقوم مقامه وهو القاضي. مش أي حد سرق من أي حد فالتاني يقطع إيده. أبداً أبداً. هذا ليس في شرع الله ولا في دين الله أصلاً. لأن من مقاصد التشريع الإسلامي الحفاظ على النفس رقم واحد، الحفاظ على الدين، الحفاظ على النسل، الحفاظ على النفس البشرية. أول شيء جاء الإسلام أجله الحفاظ على النفس البشرية وعلى حواس الإنسان كاملة. فلو ترك الأمر لعوام الناس، فلان نقطع إيده، فلان عمل نضربه نجلده، تصبح الدنيا. أيوه. طيب أنا بشكر حضرتك جدا 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 زي ما احنا قلنا عشان بس نصلح. ده اللي أنا بقوله، إن احنا بنبقى عارفين حاجات في ديننا وموجودة في القرآن الكريم وموجودة في الأحاديث ونيجي نطبقها بجهل، والسلسلة دي بتوصلنا في الآخر زي ما بقول للإرهاب. الناس اللي هي بتتخيل إن هي بتجاهد في سبيل الله وهي محرفة كل حاجة على مزاجها. الراجل اللي قال لا اله الا الله وراح قطع ايد اخو اللي سرق، ده مبدئيا. ثانيا قيمه الموبايل دي ما تقليش انها دينار ذهب. ثالثا انت مش حاكم، انت رحت بلغت البوليس ورحت قطعت ايده، فدي بلطجه. دي بلطجه. مش كل حاجه نلزقها في الدين. انا صوره الولد بصراحه وهو رافع ايده كده قدامي، وهو ولد شكله محترم جدا وطيب جدا، يعني هل هيبقى الحكم ايه بقى؟ ان الراجل اللي قطع ايده ده يتقطع ايده ولا هياخد ايه؟ هياخد يعني، ما هو انا برضو يعني على فكره انا بايد جدا تطبيق الشرع في اي حاجه، بايد جدا 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 تطبيق الشرع في اي حاجه، لان احنا فعلا لو قطعنا ايد السارق محدش هيسرق خالص خالص، ولو جلدنا الزاني محدش هيزني، ولو يعني لو طبقنا شرع الله فعلا في كل حاجه هتبقى حاجه لطيفه جدا. حتى يفرضوا علينا الحجاب ونتحجب كلنا تبقى حاجه لطيفه، ولا بقى نفس ضعيفه، ولا واحده صاحبتي تغزني في فستان، ولا الضلمه اللي احنا ماشيين فيها دي. ولكن بعقل وباعتدال وبكل حاجه،
بلاش يبقى عندنا هوس ان احنا الدين 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 الدين، وانت بتعمل حاجات كتير قوي مالهاش علاقه بالدين. يعني انا بلاقي مثلا ناس بدقون لغايه هنا مثلا صورهم على الفيسبوك وكاتبين بروفايل بيكتشرز لا اله الا الله وكفر بيكتشرز لا حول ولا قوه الا بالله، وتحس يعني ان الدنيا ايه. والاقي مثلا كاتب لي تعليق يا بنت اللي مش عارفه ايه. طب يا عم فين الدين ده؟ فين الدقن؟ طيب فين فين اليوفط اللي انت حاططها لنا دي؟ احنا دين تسامح ودين عفوية ودين يسر والدنيا أسهل من كده بكتير بكتير. وفي خلط أو في تلزيقة في إن أنا بعمل كده عشان الدين. لا أنت كذاب، أنت كذاب، لأنك حتى لما قطعت إيده أنت قطعت إيد أخوه. قال وبيقول لك مسك السيف وقال لا إله إلا الله. الله ياخدك يا شيخ. كريمة، السلام عليكم. اهلا بيكي كريمة، ازيك؟ طبعا بجد انا بحييكي ومعاكي في كل كلمة انت كنت لسه دلوقتي بتقوليها، وفعلا فعلا والله والله كنت محضرة نفس الكلام ده في عقلي علشان اني انا اقوله، بس طبعا ربنا يبارك لك يا ريهام لسانك سبق لساني. فبجد فعلا فعلا يعني البلطجة زادت قوي قوي. وكمان في حاجة، احنا كتر المشاهد اللي بقت دلوقتي على المشاع بالنسبة لكل البرامج والأفلام اللي بقى فيها القتل والذبح وكل واحد بيحكم بدون وجه حق، ما ينفعش. فين يعني معلش يعني القضاء؟ وفين أولا ربنا؟ كل واحد بيتخيل وبيظن ان هو صح. لا انتوا مش صح، لان لو هيجوا يدوروا في نفسهم هيلاقوا نفسهم مليانين عيوب، وهم للاسف ما بيشوفوهاش، بل بالعكس بيعلقوا عيوب الناس وبيبقوا عايزين هم يصدروا القرارات بدون وجه حق. فانا بجد بس عايزه اقول لك حاجه، احنا حتى في حياتنا الطبيعيه بنعمل يعني حكام على بعض. يعني أيوة طبعا يعني طبعاً. انا بشكرك جدا. يعني بقى قاعدين مثلا في 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 في, في الكافيه مثلا، الاقي مثلا فجاه بيبصوا مثلا بص 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 لابسه ايه، ايه ده ايه ده ايه ده، لون شعرها وحش قوي، ايه ده ايه ده ايه ده، بصوا لابسه الجزمه مش لايقه على الجاكيت خالص، بص انتوا مالكم، لبست جاكيت حمراء، لبست جاكيت بيضاء، لبست عملت شعرها اخضر، هي حره، هي حره. بص 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 بص, بص الراجل يا خرابي كرشه قدامه قد كده، ازاي ده مش قادر يمشي، ده 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 تخين قوي، مش مكسوف من نفسه يا شيخ؟ اتقي الله. ايه مش مكسوف من نفسه؟ دي مريض سمنه. ما انت ممكن تبقى زيه وقده لو انت الحرق عندك ضعيف، لو انت عندك شراهه في الاكل، لو انت نفسيتك تعبانه، لو انت عندك هرمونات مش مظبوطه، اي حاجه، تاخد كورتيزون طول الوقت وضع على بعض. يعني اتفرج مثلا على البرنامج، ممثله قوي، بتمثل بطريقه، ايش عرفك؟ ايش عرفك؟ اجزمت منين ان انا بمثل قوي؟ انت قاعد معايا في البيت متربيين مع بعض، كنت عارف وانا في المدرسه بتكلم وما بتكلمش، هاديه ولا مش هاديه، صوتي عامل ازاي، قعدتي عامل، ايش عرفك؟ فكره ان احنا بقينا كلنا بنحكم على بعض وبيقين. يعني مثلا تبقى قاعد بيقول لك مثلا ايه، ايه ده فلان جاب عربيه جديده لمراته، ها قالوا ده اتفتح عليه من واسع، يا عم ده كل ده حشيش وبتاع ومخدرات. بتتاجر في مخدرات؟ يا عم بقول لك بيتاجر في مخدرات، خدها بس مني انا كلمه، ياخدها منك انت كلمه على اساس ايه؟ يعني احنا طول الوقت بنتكلم على اساس ان احنا ابو العريف وعارفين كل حاجه عن بعض. تعالى بقى خد مني انا الخلاصه، تسمعوهاش دي على القهاوي تعالى بقى بقول لك ايه، بسيبك بقى من الكلام اللي بيتقال ده، تعالى خد مني انا الخلاصه، ودب دب 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 دب. ايه ده؟ ايه ده؟ هتتحاسبوا جامد قوي، جامد قوي. يعني سيبكوا بقى من الصلاه والصوم والحجاب، الحاجات دي بجد هتتحاسبوا عليها قوي، الغيبه والنميمه والشتيمه والغلط والافتراء، حاجه وحشه قوي. عمرو،
الو، مساء الخير يا مدام ايهاب. اهلا بيك يا عمرو. تحياتي لحضرتك وكل مشاهدي صباح الخير في كل مكان داخل وخارج مصر. اهلا بيك، اتفضل. احنا عددنا وصل 92 مليون مصري. لا اكتر. 93؟ لا اكتر، احنا 98. يبقى 100 مليون. يعني. مصر فيها بر افتاء واحد لكن فيها 100 مليون مفتي. ايوه صح. فدي حاجة. انت بتتكلمي دلوقتي بتقولي ان واحد ده فلان اغتنى عشان تاجر مخدرات. لا انت تبصي بقى حاجة جديدة ظهرت اليومين دول، يقول لك فلان بقى ظروفه عدى. يا ابوك يا عم لا، ده تاجر اثار، ده لاقي حتتين اثار وعدى و100%. والتاني يقول له لا يا عم ده معدي نقلة حشيش. عارفة بقى لما يفتئ ويبقى حالته عجنته وما لاقيش ياكل يقول لك يا عم اصله ماشي وحش، كان ده بتاع حريم وبتاع كده وراجل مش كويس. فلا الوحش سايبينه في حاله ولا الحلو سايبينه في حاله. طبعا. الرسول عليه الصلاه والسلام مدام ريان قال حاجه، قال سياتي على امتي زمن الرويبضه. فبيقولوا له ما هو زمن الرويبضه يا رسول الله؟ قال لك سيتكلم التافه في امور العامه. يعني انا اعرف تافه فعلا في امور العامه، تلاقي واحد تافه جدا ملوش حاجه وعامل فيها ابو العريف. انا اعرف واحد صدقت يا رسول الله والله. والله صح، والله صدقت يا رسول الله، ما قالش حاجه حديث او اي كلمه الا ليها برهان في الحياه. وده اللي الرويبضه اللي هو انا اعرف شيخ بيطلع على المنبر بيقعد يعيط ويبكي. بقول لك ايه، والشيوخ اللي بتطلع في التلفزيون طول النهار تتكلم على المذيعات والمذيعين والبرامج والمش عارف ايه وسايبه الدين. يعني واحنا محتاجين يعني هدايه، محتاجين كلمه ترجعنا، محتاجين كلمه تثبتنا. انا اعرف شيخ بيخطب على الجامع ويقول لك الصدقه والايمان وحق الجار وحق البتاع، وقبل ما ينزل على الخطبه بيروح نازل للراجل اللي تحت يقول له جهز لي حق الخطبه قبل ما اخلص. طب ازاي انت بتتكلم على الصدقه والاحسان والكلام من ده وهو عاوز حق الخطبه 40 جنيه ولا 30 جنيه، وان الراجل قال له ده الصندوق ما لمش الا 30 جنيه في الجامع، يقول له ماليش دعوه ادفع من جيبك، وهو شيخ بيقول قال الله وقال الرسول، وبياكل ورق المصحف. يعني ياكل ورق المصحف، وساعه بقى بعد الخطبه ما تخلص يقف في الجامع ويقول لك يا جماعه الاحسان والقران والقال كذا وعاوزين نعمل كذا ونبني كذا ونسوي كذا، وهو قسما بالله ما يعرف ربنا، ما يعرف حاجة عن اللي بيقوله على المنبر. على المنبر بص يا مدام ريان، اللي مزعلني حاجة كتيرة جدا، تلاقي الناس على المنابر غير على الحقيقة غير في الأرض، يوم 10 وشوش، يا جماعة هو ربنا واحد وهي كعبة واحدة وهو رسول محمد صلى الله عليه وسلم خير خير خير. هقول لك، هو أنت بتسمع مين وتقتنع وتستمتع وتؤمن بالتفسير جدا بعد الشيخ محمد متولي الشعراوي؟ لا بالظبط. بصي الشيخ محمد متولي الشعراوي بقى اقول لك قال لك ايه بقى. مين 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 دلوقتي يوم الجمعه الصبح تصحى تفتح التلفزيون؟ طبعا كل احترام الشيخ علي جمعه وكل فتواه و لكن الطريقه والكاريزما وان يشدك وان يقنعك الشيخ محمد متولي الشعراوي، ما حدش كده بعدي. زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام مدام ريان قال لك دايما الروابط، الشيخ محمد متولي الشعراوي قال لك ايه بقى؟ قال لك اذ لم تجد حاقد فاعرف انك فاشل. يعني ما تلاقيش اللي ما لقيتش. انا ناجحه او جت على الهواء. شوف محمد طارق شعري كان بيتكلم عليا. ف عارف يعني احنا كل يوم زمن رويبضه، وكل يوم بتلاقي واحد يقول ده اغتنى ده افتقر. انا بس بقول انا بشكرك جدا على المداخله المفيده جدا دي. انا بس كل اللي انا بقصده ان بلاش لما تعملوا غلطات تضحكوا في الدين، لانكم بتسوقوا شكله وبتسوقوا سمعتنا وسمعه ديننا. انت بلطجي عايز تقطع ايد، ما تقولش بقى لا اله الا الله، ما تجيبش سيره ربنا خالص في الموضوع. انت بلطج براحتك، انت عايز تفجر كنيسه ولا عايز تموت ناس ولا مجرم ولا قذر ولا ولا ولا، ما تقولش بجاهد في سبيل الله، ما تقولش. انت واخد فلوس من دولة عميلة مثلا فرايح تحارب عشان تستولى على بلاد عشان تفرق الشرق الاوسط عشان اجندة امريكية ولا اسرائيلية ولا الجن الازرق، ما تقولش ده جهاد في سبيل الله. ما 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 تجيش مثلا تقاطعي فلان وتقولي اصله فاسق اصله فاسد، وانت كل الحكاية انك حاقد عليه. خلاص بقينا على فكرة نقرر ده فاسق وده فاسد ودي رقاصة وده مش كويس وده كويس. عرفت منين؟ ازاي جات لك الجراءه ان انت تقول على حد انه كذا؟ دخلت جوه قلبه ونواياه، رحت شفت بيعمل ايه،
طب افرض ان الراجل ده صحي الصبح ابتسم في وش حد فخد صدق، وبعدين ماشي في الشارع فدى سندوتش لحد فخلى ابتسامة، وبعدين راح مستشفى زار مريض، وبعدين رجع من زيارة المريض دي حط فلوسه في صندوق زكاة عشان يروح مثلا ل 57 357، وبعدين رجع بر اهله بعد الظهر وقال لهم كلام كويس جدا وبس ايديهم، وبعدين صلى طول اليوم وبالنوافل شرفك. افرض انه عمل كده طول اليوم وانت طلعت قلت ده لا 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 ده ده ده, ده, ده ما اعرفش دينه، ده منافق، ده بيتكلم بالدين زي ما في ناس بتطلع تفتري علينا وتقول لك خير هم بيعملوا خير يا عم، ده كلام تلفزيونات وبتاع. ازاي يا عم تاخد الوزر ده؟ ازاي تتحمله؟ ازاي؟ وليه تقول لك بيتجرب مشاعر الناس وبتاع؟ ده انتوا هتتشوا شوي، ده انا ببقى فرحانه فيكم فرحه على التعب اللي احنا فيه 24 ساعه. يعني كفايه بقى بجد، لازم تبطلوا، لازم تبطلوا، لان والله العظيم في يوم هتيجي هتتحاسبوا فيه حساب ما فيهوش تصرف خالص. طيب من ضمن البلطجه وبقت ظاهره ولازم نبطلها، يعني احنا كنا بنتكلم دلوقتي على البلطجه باسم الدين، وبلطجه الكلام، وبلطجه الحكم، وهوريكم دلوقتي قصه عجيبه جدا. عيال بتلعب في الشارع، بيلعبوا كوره يعني، والكوره دخلت خبطت في ازاز محل ما كسرتوش ولا حاجه، ولكن خبطت في ازاز، فراحت البنت الصغيره بنت اخت الراجل صاحب المحل واخده الكوره وقالت لها مش هديها لكم. اتخانقوا البنت والولد، القصه اللي تتقال ان جه الراجل من بره راح ضارب الولد ده، الولد ده راح قال لاهله، راحت اهله جايين، راحت الستات نازله بالشباشب، نزلوا على الراجل بالشباشب، راحت الرجاله طالعه بالسنج، ومات من الطرفين، ده وده ماتوا. الستات، ولو حد معارضني انا مستنيه تليفوناتكم للمواجهه جدا، الستات بتبقى اس الفساد في الخناقات بين الرجاله، وقلت كده كتير قوي ومقتنعه جدا بالموضوع ده، ان اي راجلين بيتخانقوا مع بعض عشان غسيل نقط على غسيل، ولا عشان كوره دقت ازاز، ولا عشان الزباله اترمت على السلم قدام شقتي، الستات تتخانق مع بعض والرجاله اللي تقع فيها بتوصل لدم في الاخر. معرفش ليه الستات بتعملوا كده، بتحاولوا تثبتوا ايه؟ بتكيدوا في بعض ليه؟ يقول لك كيد النسوان، ده فعلا الكيد ده حاجه موجوده في الست ليه؟ بس ما يعني حتى لو موجوده بالطبيعه ما توصلش للدم ابدا. تعالوا نشوف مع بعض. هو اللي انا سمعته يعني ان في تمثيل بالجثه وقتلوه وولعوا فيه وحاجات كده، صح؟ ده ايه ده المحل بتاع اخويا، هو اخويا الله يرحمه كان فاتح المحل ده، وبنته وعياله كانوا واقفين في المحل وهو كان بيصلي العشاء، طلع من العشاء لقى بنته متعوره، ابن الناس دي اللي عاملين معاهم المشكله علي ده عور بنت اخويا، فابن اخويا خد بنته وراح يشتكي لهم، مسكوه ضربوه عشان علي، عشان علي ده جاي على 5 بنات هو الساتت، فعندهم علي ده حاجه كبيره قوي، مسكوا في ابن اختي اخويا راح يجيب راح يشتكي لهم، فعلي ده جري قبليه قال لهم ان هم ضربوه، فانت بتشتكي يعني مين ضرب علي؟ محدش ضرب علي، هو علي عشان عور البيت راح بيقول لي لاهله ده هم مسكوني ضربوني.
بل عليه. جي اخويا روح لقى علي اصلا المشكله عشان ايه؟ المشكله حضرتك على جلده كوره، انا وولاد اخويا واقفين هنا في المحل وباباهم بيصلي العشاء المسجد اهو حضرتك، وهم واقفين في المحل دخلوا قعدوا يحدفوا طوب بتاع ده كوره بيخبطوا عيال صغيره يعني؟ صغير بيخبطوا الكوره في الازاز بتاع الباترينه، بنت اخويا كل شويه تزعق لهم. المهم جم راحت بنت اخويا خدت منهم الكوره ما رضتش تديها لهم اللي هم ابن الناس دي عيالهم. حضرتك راحوا ماسكين بنت اخويا بالطوبه وراح معورنا في دماغها. جت مرات اخويا نزلت قعدت تزعق وتشتم وكده، راح اخويا راح طلع من الجامع من المسجد وراح قال لها ما تشتميش احنا نروح نشتكي لهم بالحسنى، هم مش احمد جبر مش هيخلصوا، احنا نروح نشتكي. مسكوا بقى في اخويا جريوا حضرتك وراه بالسنجه ورا بنته، والناس حشت منهم السنجه، وبعد كده جم بعديها خدوا فرد كان معاهم فرد حضرتك سارقينه من ايام الثوره، يا ريت حاجه ما فيش حاجه تتشال، الفرد ده سارقينه من ايام الثوره حضرتك وحطوا هنا في جيبه. بعد ما حطوا هنا في جيبه قعد يشتم في اخويا وزعق في اخويا، اخويا الله يرحمه ما كانش بتاع مشاكل ولا خناقه والناس كلها والشارع كله يشهد له بكده. المهم حضرتك جه بيضرب اخويا بالفرد على دماغه ماشي، وهم ماسكين في بعض اخويا واتنين من عندهم، جه بيضرب اخويا بالفرد على دماغه جت طلقه منهم هم في اخويا في اخوهم هم جات له هنا ورا ودنه راحت مرقده في الارض. جه واحد من عندهم كل اللي يجي مش فاهم يعني ايه حضرتك، هم اتنين مسكوا في اخويا من عندهم وقتل واحد منهم بيضربوا اخويا انا بالفرد بتاعهم، هو اخوهم محمد عطا جه قال له هي دي ناس تقف قصادها، الناس دي اخرهم قلمين، ازاي ترفع فرد على ناس زي دي؟ ضرب طلقه في الهواء الاول ناصر ده ضرب طلقه في الهواء، وجي اخوه الكبير هو محمد عطا ده بيقول له دي ناس تقف قصادها، دي ناس ترفع عليها فرد، الناس دي اخرها قلمين. راح واخد الفرد من اخوه ناصر وراح حاطه هنا في البنطلون بتاعه. جه ناصر مش عايز يمشي، عايز ياخد حق علي تاني، مش عايز يمشي. المهم راح ضربه بالقلم ومشيه، وجي محمد عطا ده راح مسك في اخويا وبيضربه على كتفه كده. القصه دلوقتي عباره عن ان عيال بتلعب بالكوره حلو، راحت بنت اخوكي ولا بنت صح؟ واخده الكوره راحت مرات اخوكي نازله شتمه ها؟ هما مرات اخويا نزلت لعب بنتها هما مع ايوه انا قلت كده، نزلت مرات اخوكي شتمت، طلع هو كان بيصلي العشاء قال ما فيش حاجه بتاع، جه ابن اخوهم اخويا راح يشتكي لهم ورا راح يشتكي لهم علي اللي ضرب بنت اخويا وعورها قال لهم ده ضربني ماشي. فالخناقه بقى حكايه الفرد دي مين حضرتك؟ ناصر طلع يجري ورا اخويا بالسنجه عايز يضرب اخويا عشان علي طلع يجري ورا اخويا وبنت اخويا. المهم الناس اتلمت وخدوا منه السنجه ماشي، عايز برضك يمسك في اخويا. المهم مسك في اخويا ما قدرش يغلب اخويا طلع يجري تاني، راح جاب فرد حاطط حزام كده في وسطه وحاطط جواه الفرد، راح جه يضرب اخويا. الناس قعدت خافت وكله دخل بيته، راح ضرب طلقه في الهواء وجه يضرب اخويا، فراح اخوه جري محمد عطا ده سمع ان في خناقه ماشي وخد الفرد بجيبه. ايه بقى الطلقه اللي طلعت دي؟ طلقه حضرتك محمد عطا ده جه بيضرب اخويا انا على دماغه، اخويا وناصر ماسكين في بعض، جه بيضرب اخويا انا على دماغه بالفرد، راح الطلقه طلعت من الفرد بتاعهم في اخوه هو جات له هنا ورا ودنه راحت مرقده في الارض في الحته دي. حضرتك بقى اهلهم كل اللي يجي عايز قصاد ناصر جثث يعني، عشان علي طلع فرد وطلع سكينه يبقى عشان ناصر يصور قتله. يعني الناس اللي بتشوفنا بتتفرج علينا ما تعرفش ولا مين ناصر ولا مين علي، انت بتكلمينا على ان احنا عارفين مين دول. ناصر ده اللي هو توفى مع اخويا الله يرحمه في يوم المشكله. تبع مين؟ تبع ناصر ده تبع عيال عطا. عيال عطا بس برضه بتحكي لنا عيال عطا وعيالنا واحنا مش عارفين مين دول، فما تقوليلناش اسامي، قولي لنا هم الناحيه الثانيه دول تبعنا كده. الثانيه يعني؟ حاضر. المهم الطرف الثاني حضرتك جه بيضرب اخويا انا على دماغه بالفرد، راحت جت طلقه غلط فاخوهم هم راحت مرقداه ورا ودنه، جات له هنا ورا ودنه. كل اللي يجي محمد عطا شال اخوه وجري، كل اللي يقابله مش هيقول له انا موت اخويا، يقول له مين اللي موته؟ اخويا. طبعا حضرتك كل اللي يجي يقول له ده واقف. انت شعرفك ان مش اخوك؟ شعرفك ان هم نازلين بقى يهجموا على اخويا؟ انت شعرفك ان مش اخوكي هو اللي ضربه بال؟ انا كنت واقفه حضرتك، انا كنت واقفه هنا في الحته دي، انا واقفه في الحته دي حضرتك وشايفاهم هم ماسكين في بعض وعماله اصوت واقول للناس حوشوا يا ناس حوشوا يا ناس حوشوا. انا اول ما شفت الفرد اتجننت، قلت لو هو اللي مات
لو ناصر اللي مات. ما عملوا ايه بقى يعني؟ جابوه عملوا ايه؟ حرقوا ايه بقى من هنا؟ هي بقى الحاجة دي قعدت تقول لهم هاتوا سنك وسكاكين وعايزة 10 قصاد ناصر. ما كانش اخويا لسه مات. هي اللي بتقول لهم؟ عايزة 10 قصاد ناصر. قعدت ترمي لهم السكاكين والسنك زي كده من البلكونة، عايزة 10 قصاد ناصر. المهم حضرتك كل اللي يجي احنا طلعنا نجري شايفينهم بقى هم جايين والسنك بتلمع والمطاوي وانبوبه وجايين بقى بيجروا، طلعنا نجري. اخويا عيني يا دوبك بيلف كده وراحوا ماسكين ملفش واقف هنا في محله. ما هو ما قتلش، لو قتل هيستخبى. خدوه من هنا فضلوا يفضلوا يضربوا فيه حضرتك الطريق الطويل ده كله بس بحاجات خفيفه بقى كده، سكاكين خفيفه كده، مطاوي خفيفه خالص ماشي، لحد ما جم راحوا واخدينه عندها في البيت وحجزوه في البيت في حمام. حجز اخويا الله يرحمه في حمام، وبعد كده طلعوه من الحمام راحوا مدخلينه مكتب المحامي عشان ما ينفعش، المحامي ده جوز اختها، ما ينفعش حد من الاسم يتعدى على مكتب محامي، لازم يكون في اذن النيابه. قفل المكتب وقعد بره. مسك اخويا بقى جابوا ناصر بقى، كانوا جريوا بيه بقى على المستشفى، كان مات بس قالوا نعمل اللي علينا، جابوا ناصر من المستشفى. مسك اخويا حضرتك قدام عيني وحضرتك انا مش قادره اعمل حاجه لاخويا، وما تلاقي لا اله الا الله كانت واقفه نفسها في حوش مش عارفه تحوش، عملوا دايره على اخويا بال اسمه ايه ده بالبنزين، حوالين اخويا دايره كده بالبنزين عشان ما حدش يحوش، وقال لهم اللي هيحوش هيقعد مكانه. مسك اخويا قدامي يا استاذ ارهام بالسكاكين وبالمطاوي، ذبحوه وولعوا فيه وضربينه بالنار وكسرين دماغه بشاشه الكمبيوتر. حضرتك التقرير الطبي ذاكر 20 سنتي، 20 سنتي يا استاذ ارهام يعني قد كده 20 سنتي ليه؟ عشان يفضلوا كرشه. مسكوه ذبحوه، جابوا شاشه كمبيوتر مرميه في الشارع وكسروا دماغه بشاشه الكمبيوتر، وانا عايزه احوش عن اخويا، الناس خايفه عليا يعني، الناس انا عايزه اخش احوش عن اخويا، اخويا بيموت عايزه احوش، الناس ماسكاني ولا يعني كان في ناس واقفه؟ كنت يا بنت الكلب ناس كتير كانت واقفه، ناس كتير. ستي تقدري تقولي لحد يشهد؟ ولا حد شهد ولا واحد. تقدري تقولي لحد يشهد؟ اي ولا واحد ولا حد يروح يشهد. يشهدوا ازاي؟ عشان يموتوا زي اللي مات؟ ايوه بس ايوه بس عايزه اقول لك حاجه، هي في الاخر كانت خناقه بين طرفين صح؟ اه. انت قلتي في الاول ان هو يعني اللي راح ده اتبلى عليه ان هو ضربه، اللي هو ضرب بنت اختك ده، والثانيه الطلقه الثانيه ده خرجت في اخوهم غصب عنه، يعني هو ما عملش حاجه خالص لاي حد، هم فضلوا يضربوا فيه طول الوقت من غير. هو كذب محمد عطا، كذب وقال لهم ان هو اللي موته، يعني محمد عطا كذب وقال ان اخويا اللي موت، انا اخويا ما عملش اي حاجه، انا اخويا ما عملش اي حاجه. هو محمد عطا ده بيقول له هي دي ناس تقف قصادها، ناس دي اخرها قلمين، ازاي تقف قصادهم وتضرب فرد؟ المهم جه ناصر واخويا مسكوا ببعض زي ما بحكي لحضرتك كده. لا قصدي اقول ان ما كان ممكن ما يتخانقش ويقول على فكره انا ما ضربتش ابن اخوكم خلاص. ما هو قال له اخويا قعد يحلف له ويتقطع له يقول له حته الصلاه اللي انا لسه مصليها انا ما ضربته. يا عم عيب عليك، هضرب عيل صغير؟ راح كان قبليها بيوم كنا متخانقين معاه، كان قبليها بيوم كنا متخانقين معاه، وقال له محمد عطا برضك يوم المشكله يقول له هو انا مش جيت لك امبارح وقلت لك هم علي ده حضرتك برضك يا رب يبارك لي ما تشيلي اللقطه دي. ليه يا حبيبتي وانت بتغلطي في علي ده؟ سب الدين في الجامع، علي ابن احمد جبر سب الدين في الجامع، جت ناس شدته من هدومه وخرجته بره الجامع، جم اهله دخلوا ضربوا الناس في الجامع في رمضان في شهر رمضان. عشان ايه؟ عشان علي سب الدين في الجامع والناس خرجته. ازاي يخرجوا علي من الجامع؟ عارف حضرتك قالوا لهم ايه؟ انتوا بتضربوه ليه؟ قال لهم عشان بيسب الدين في الجامع. قالوا له احنا هنهد الجامع عشان علي يسب الدين براحته. ده 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 الدكان بتاعه صح؟ بتقول لك انت من البلكونه دي قلت بلكونه بيتكو يعني قلت له نزلت لهم السكاكين والسنج؟ طبعا ما حصلش خالص، وهم عارفين اني ما كنتش موجوده واختهم عارفه اني ما كنتش. وانت تقرب لهم ايه؟ على فكره الجماعه اللي هم معاهم المشكله انا سايبين، انا سايبنا مش اختهم انت ولا اي حاجه، انا سايبنا عيالها احنا بصي ولادها يا
يا استاذه ريهام بتكذبي عليا؟ لا بس من البدايه بس بتكذبي عليا. لا بتقول لك عيالك بس كده يا استاذه ريهام. بتقول لك عيالك الخناقه معنا سايبنا. انا كدبت عليكي في ايه بقى من اولها؟ لا انت بتقولي عيالي. بتقول لك عيالك اللي في المشكله. المشكله معنا سايبنا يا استاذه ريهام. ماشي بس اللي اتحبسوا في التوليع في المشكله ولادي. هم متهمين ولادي ومتهمين. هو كام واحد بقى؟ انا عندي ثلاثه كده محبوسين يا استاذ ريهام. ثلاثه ولعوا فيه؟ وحدش ولع فيه يا استاذه. حضرتك صلي على النبي عليه السلام. سمعتي منها حضرتك؟ لو قريتي بقى القضيه هتعرفي ان كل الكلام ده ما حصلش. هم محبوسين ليه؟ محبوسين عشان المشاجرة يا استاذه. متهمينهم بالقتل كلهم. متهمين ان كلهم اتوقفوا. بتقولي ما حصلش ما حصلش ولعوا ما حصلش حاجة. الكلام اللي بتقوله يعني معظم الكلام ده طبعا ما حصلش خالص. القصه كلها هي الاول لعب عيال زي ما قالت لحضرتك كده بيلعبوا مع عيال اللي هو ابن اخو ابن عم محمد عطا ابن عمه صغير بيلعب كوره هنا. اخوها مسكه ضربه هو ومراته. فجاي ابن عمه من تاني من بره لقى الولد نايم في الارض وهم قاعدين فوقيه بيضربوه. فزقوا انت بتضربه هو ملوش اهل ترد عليها. الولد بقى قايم متفرهد من تحتهم زي ما سمعت ان بيقولوا ضربوني هما الاثنين على الراجل ومراته. معايا حضرتك؟ الخناقه قامت على كده. فبيتناقشوا مع بعض. نزلوا الستات بتوع البيت ضربوه بالشباشب. الواد انهار ومتجنن. اه هو غلطان طبعا ان الموضوع ما كانش يستاهل كل ده. وراح جاب فرد وجاي ضرب اخوها بالفرد طلقه في رجله. مين اللي ضرب اخوها؟ هو ناصر الله يرحمه اللي توفى التاني. ما هم اتنين كده توفوا واحد من هنا واحد من هنا يا استاذه ريهام. هي زي ما بتقول فعلا هم يعني ما حدش قتل يعني هو قتل واحد منهم اللي هو ناصر الله يرحمه ده اللي جاب السلاح ضرب اخوها بطلقه في رجله. جه اخوه اللي هو الكبير اللي بيقولوا عليه قتل اللي هو محمد ضربه قال له هي دي المشكله تستاهل ضرب نار وتستاهل. يعني اخوها قتل حد؟ ما اللي قتل ناصر مين عندهم اصلا؟ ناصر مين؟ ناصر اللي هو القتيل الثاني اللي هو اخو محمد عطا يا استاذ ريهام ابن عم الولد اللي بيتكلموا عليه اللي بيلعب الكوره. معلش الاسامي. اه معلش. الراجل اخوها ده الطرف الاول ده هو اللي ضرب الطرف الثاني ده او اخو الطرف الثاني او ابن عم الطرف الثاني بالرصاص؟ لا مش هو اخوه. مش هو اخوهم. هي بتقول صح يعني. الولد كانوا واقفين هنا بيتناقروا مع بعض هنا كده والرجاله واقفه زي ما حضرتك كده ما انت شايفه. ده اللي انا سمعته برده من الموضوع يعني. فالولد اللي هو الثاني دوت جات له طلقه في رقبته من ورا. جات له منين يا استاذه ريهام؟ جات له منين؟ هي بتقول لك هو بيضربه بالفرد على راسه. ازاي ده هو ضربه اصلا وقال له هي دي ناس تمسك عليها سلاح والسلاح اصلا ما كانش موجود. نزلوا هم ضرب كانوا بيبنوا. ايوه يعني هو عمل ايه؟ اخوها خد السلاح منهم يعني؟ هم سبع بنات ورجالتهم واولادهم كل دول كانوا موجودين. كان الشارع ده كله ما حدش عارف يعدي منه من الطوب. لدرجه ان الولد اللي مات ده جاله يعني اقول لك ايه خلص خالص الدم بتاعه كله وهو مرمي هنا في الارض ما حدش عارف يجيبه. ايوه هو ما كانش معاهم هو سلاح. ما كانش مع اخوها سلاح. ما كانش معاهم سلاح. مين اللي قال لك؟ عرفت ازاي ما كانش معاهم سلاح؟ الولد مضروب بالطلقه في رقبته من ورا يا جماعه وهو واقف كده. الطلقه جات له منين؟ ده فضل مرمي هنا تحت البيت مش عارفين. ما بتقول لك اهو بيضرب. اللي حصل ده اللي انا بقوله لحضرتك. الولد اتضرب بالطلقه في رقبته من ورا. اخوه الكبير كان جاي يضربه. جاي يضربه وبيسلك الخناقه. خدوه وخل الولد لما وقع كده ومحدش عارف يجيبه لحد حلو. بعد بقى ما اتضرب طلقه وميت وغرق في دمه انتقموا بقى بانهم يحطوا بنزين ومش عارف ايه. بنزين ما فيش الكلام ده خالص حضرتك. لو قريتي القضيه. مات ازاي اخوها؟ مات بضربوه. ضربوه؟ اه اتضرب. مش هقول لك ما اتضربش. كل الناس في المنطقه ضربته. ذبح؟ لا طبعا ما فيش ذبح. في طبيب شرعي؟ استاذه التقرير بصي بتقول لك احنا معانا ومعانا حضرتك. طلع على التقرير الطبي اه في ضربات. انا قريتها كم مره. في ضربات وفي طلقه في رجله لكن ما فيهوش لا ولعه ولا في دماغ متكسره ولا الكلام ده خالص. لكن مذبوح؟ لا خالص. انا بقول لك مضروب. معاكي تقرير طب شرعي بيقول انه مذبوح؟ التقرير بقى انا عايزه حضرتك شقري. التقرير فيه طعنات يا استاذه ريهام. بص انا بقيت اقرا القضيه زي اي حد. هم طعنات يعني طعنات مضروب. بقول لحضرتك المنطقه كلها لما الولد بقوا شايلينه وبيجروا بيه ودماغه جه زي نافوره دم طبعا اللي هو خد الطلقه في رقبته ده. كل الناس من اللي ضربوا فلان وفلان وفلان. فلان وفلان مش عايزين زعل يا جماعه وحدوا الله كده. هو مين اللي بيضرب مين؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ها؟ خليكي معايا. خليكي معايا. بيضرب مين؟ ابن اختها هي؟ ابن اختك انت بيضرب حد ليه؟ هو ضرب مين؟ جه ضرب مين واحنا واقفين كده؟ ضرب واحد غلبان واقف يتشرب. ايوه وقف ضربه ليه؟ عشان ايه؟ خليكي معايا. يرجع ورا فبيضربه كده؟ هي دي اللغه بتاعتكم يا حاجه؟
لا طبعا ايه ده جه ضرب بيبعدوا عن حضرتي. هو ما جاش جنبي الولد، الولد ما جاش جنبي، ده هيتخانق واحنا واقفين اهو. مش خناقه ولا حاجه، ما تخافش زي ما حضرتك شغال. انا متلمت ايه، هو اللي جه ضرب الراجل واحنا واقفين. مفيش حاجه عادي يعني ان واحد يجي يضرب واحد واحنا واقفين كده؟ يبقى مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي يعني واقفين كده كل الناس بتهزق كل الناس كده عادي؟ خلينا في موضوعنا يا استاذ ريان. اهدى كده. ها ايه عشان ماشي معايا الحمد لله. لغه ايه انت قصدك يعني انها خناقه يا استاذ ريان؟ ما هي خناقه. انا ابو المال ده. انا ميت فيهم النعف. ابو الميت وابو المتهم. وابو المتهم ده انا عندي اربع محمد، ثلاثة محمد، ستة محمد. بس بقول لك ايه، هو يقرب لكم ايه اللي عمل كده دلوقتي ده؟ لو هو لو هي الدنيا ماشيه كده يعني. لا والله ما فيش حاجه. لو في انا اقول استاذ ريان بس الدنيا كده ازاي؟ ما فيش ازاي وهم مع بعض. انا بقول لك اهو احنا واقفين وقدام كل الناس وراح داخل ضرب الراجل عادي. استاذ ريهام صلى على النبي على الاستاذ ريهام. لو هما يعني الناس كده وبالطريقه دي عاشوا ازاي في وسطهم 40 سنه؟ طب انا بقول لك ايه، لما انت اتضرب، لما اتضرب بالنار وغرق في دمه كده ما راحوش ليه بلغوا كده؟ ليه قتلوه؟ هما يا استاذ ريهام شالوا الولد اللي ميت ده اللي بتقول لك غرقان في دمه. ايوه ليه قتلوا؟ الناس كلها قرايبه ما شاء الله، هما يعني صعايده والعائلات كتير، كل اللي يعرف مين اللي ضربه الجماعه اللي هنا كله بيجي عليه. ايوه ليه خدوا بطارهم وهما واقفين يعني؟ وهما واقفين دي اللي حصل. محبوب بس والله المحبوب اللي مات ناصر محبوب مع الناس. الناس بتحبه. بس دي خناقه ولا لا؟ ولا خناقه ولا حاجه. احنا زي ما انتوا شايفين كده بقت لغة العصر يعني. جيب لنا راضي الراجل في الفور جراوند كده، احنا واقفين اهو، الراجل واقف راح ده داخل مديله بالبوكس واحنا واقفين عادي خالص، واحد واقف عادي خالص ما جاش جنبنا ولا عمل حاجة ولا اي حاجة. بقت لغة العصر الخناق كورة، كورة جوه محل، والكورة دي مش عارفة كسرت ازاز ولا عملت ايه، راحت الست واخدة الكورة وبدأ سلسلة من الخناقات الغير طبيعية اللي كلها سنج ومطاوي وبنزين ونار، واحنا واقفين وفاتح النهار هي كانت هتقوم خناقة عادي خالص. هل ده طبيعي؟ الناس حتى بقى شكلها عجيب قوي. شبابنا بروح يعني. بص ارجع بس، اوعى يا امير كده، ارجع بالكاميرا ورا كده يا راضي. الناس اللي واقفه، الناس اللي واقفه، ارجع بان ليفت بان شمال. طريقه اللبس والشعر والناس اللي صاحيه من امبارح دي ناس مش صاحيه بدري. وال بان رايت بقى، بان على اليمين كده، الشباب اللي واقف على الناصية من امبارح وقصات الشعر البنك وكله بيضرب في كله وكله بيتخانق في كله وكله ضايع. ولعوا فيه بعد ما موتوه ولا قبل؟ بعد ما موتوه؟ ما موت اخويا جم ولعونا في المحل واحنا كنا فوق حضرتك. ده محل اخويا كان بقاله 6 شهور واخده. محل اخويا بقاله 6 شهور واخده. بص حضرتك شايفه يا استاذه ريهام؟ شايفه يا استاذه ريهام؟ اذا كان ولعوا في اخوكي نفسه بتقول. ايوه يا استاذه ريهام. ما تسيبش حاجه يا استاذ راضي يريح قلبك. فوق وده وده. بص يا استاذه ريهام، بص الثلاجات. تعالي كده حضرتك بصي، بص الازاز فرقعت ازاي من شده النار. بنزين حضرتك فتحوا الكفريه ده بتاع الكهرباء ده ولعونا فيه عشان الكهرباء. بقول لك ايه، بس بقول لك إيه، لو هم فاكرين ان اخوكي قتل اخوهم
مش هي نعم لو هم فاهمين ان اخوكي لو تتخانقوا مع بعض كده طول الوقت لو 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 هما فهموا ان اخوكي ضربهم بالرصاص فعلا او ضرب اخوهم بالرصاص مش شايفه ان يبقى ليهم حق انهم يعملوا كده؟ يعملوا ايه يا استاذه ريهام؟ يضربوه اكتر من 300 سكينه؟ لا انا بقول لك هما فاهمين او ما فاهمين بقى ان هو موت اخوهم ده ولا ابن عمهم. هو محمد عطا هو اللي قال لهم كده؟ محمد بقول لك هو اللي قال لهم كده يعملوا فيه كل ده يا استاذه ريهام؟ ليه؟ تاني مات برضه مات من عندهم ما هو اللي موتهم وهم كانوا واقفين ده هو الناس ما هو هيعرفوا منين ما هم مش هيتخيلوا ده ما هو مش اسالوا ما يسالوا يا استاذه ريهام حضرتك يا استاذه ريهام بتقولي اللي معاهم قال لهم لينا ايوه بس مش اللي معاهم قال لهم ان هو قتلهم ايوه قال لهم محمد عطا قال لهم يا استاذه ريهام قفل علينا الباب الحديد حضرتك ولعونا في البيت واحنا حريم حضرتك احنا طالعين حضرتك احنا طالعين فوق ربنا يا هبه بنبص من الشبابيك عشان حد هم قفلوا على الباب الحديد ولعوا في المحل وطبعا الانابيب هتفرقع وكل حاجه هتفرقع حضرتك طالعين من الشبابيك والبلكونات بنصوت عيالها الثلاثه صلطوا علينا صواريخ البزوجه بتاعه الافراح عشان نخش وهم عايزين عدد كبير قصاد ناصر صواريخ البزوجه واقفين هنا قدام مكان الناس دي التهاب اللي ما عملتيه معاهم الصواريخ البزوجه بقى يسلطوها علينا وحضرتك لو استاذ راجي يطلع هيلاقي بردك في البلكونه بتاعتنا مطرح الصواريخ البزوجه حضرتك بقيت اضرب عيالها هي عايزه تجيب لك كل الاتهامات يعني صورتهم مسجلين وولعوا في البيت وجابوا فزاليك بص هو في حقيقه بتقول ان هم محبوسين يعني مدانين لا استاذ ريهام عشان متهمين انا لو اتهمت حضرتك دلوقتي لا لو مفيش دليل مش هتحبس لا اله الا لا استاذه ريهام ده تحقيق مش محبوسين محكومين ده لحد دلوقتي بهدله وتحقيق ومش مستكفين بده كله ولسه كمان مش عاجبه لا انا بقول لها حاجه تانية هي دلوقتي ليها وجهه النظر مختلفه في حاجه واحده ان هي بتقول ان انتوا فاهمين ان اخوها قتل حد من عندكم اللي هو ناصر اللي هو ناصر وهي بتقول ان محمد عطا ده ولا مين هو اللي قال لهم كده وده مش حقيقي مش قال لهم مش ده هو محمد اللي ضربه وليد اللي ضرب ناصر هو بقى بيقول لا بتقول كان بيت يعني هل منطقي يا استاذه ريهام يا حبيبه قلبي ان حد هيجي يضرب واحد وياخدوه المنطقه كلها لا بيقول لك وهو بيضربه بفرد على دماغه طلعت طلقه فيه طب وبعد كده يجوا يضربوا التاني ويضربوا التاني مين التاني اللي ضربوه يعني هم دلوقتي اخوهم قتل اخوهم هيجوا يضربوا التاني عشان قتل اخوهم بقى غلط وجم يضربوا التاني ازاي تاني اللي هو اخوها هي ايوه ما بيقول لك واحد من عندكم قال ان هو اللي قتله وهو ما قتلوش استاذ ريهام ده هم شالوه جريبوه في نفس اللحظه وكل الناس لما عرفت ان حضرتك اللي عورتيني دلوقتي الناس ما هي بتقول ان ده وجهه نظر يعني انها تفهم غلط مش اخوها اللي قتل ما هو دلوقتي اصبح اللي هم المتهمين اللي هم لسه بيتحقق معاهم والله اعلم ايه اللي هيحصل معاهم هم متهمين بقتل اخوها وهم اللي متهمين بتوليع البيت وهم اللي هم البلطجيه بص حضرتك الشارع قدامك لو الناس دي بلطجيه خلوهم يقولوا لك يا استاذ ريهام ولما هم بلطجيه بتقول لك هيخافوا ازاي في وسطهم 40 لو حد يقدر يشهد كان حد حش عن اخويا حبيبه قلبي لو حد يقدر يشهد انت عماله طب في حد شهد ان هو اخوها قتل ناصر يا استاذ ريهام انا بقول انا بسالك في حد شاهد ان اخوها قتل ناصر استاذ ريهام زيزو استاذ زيزو جايبني من البيت خليه يقول لك المسافه من بيته وهنا قد ايه اللي بتقول لك بترمي سنج من فوق انا بسالك سؤال انت بترديش عليا ليه بقول لك في حد شهد ان اخوها هو اللي قتل ناصر ما اعرفش مين اللي شهد ما اعرفش بقول لك ان حد جه قال لك انا شفت اخوها بيقتل ناصر لا انا كل اللي انا عارفه ما ده اللي انا بقوله هنا قدام البيت بيتهم بطلقه في رقبته من ورا بتقول لك ان الفرد كان معاكم انتوا 40 سنه معانا يا مدام لا بس عايزه اقول لك حاجه هو الناس دي يبقى ايوه لا الناس دي يبقى معاهم سلاح الله انا ما كنتش موجود الله اعلم يعني الناس دي يبقى معاها سلاح انا بسالك يعني واحد هيبقى في دكان زي ده معاه سلاح دكان زي ده يعني تنزل يجيب بيه حاجه ساقعه وبتاع معاه سلاح انا عارف منين ما هو بس طب هو البيت ده كان فيه طوب لما هو اتملى الشارع كله طوب وازايز ما كانش حد عارف يجي ياخد الجثه من ايام الثوره احنا عيالنا سرقوا الاسم هو في الاخر انا هو في الاخر طبعا القانون طبعا القانون هياخد مجراه بس يعني انتوا شايفين ان كان يستاهل كل ده على كوره يعني طبعا لا
ما هو الستات بقى ما شاء الله ربنا يبارك لهم، وهي واحدة من الناس قالت منهم لله ومنها لله مرات أخويا اللي ولعت الدنيا كده. بقول لها يا هبة الموضوع يستاهل أكتر من كده. يا هبة أنا قلت لها مرات أخويا شتمت، أخويا قال لها إحنا هنروح نشتكي بالحسنى. أخويا ما كانش بيبتاع مشاكل، أنا أخويا ما كانش بيعمل مشاكل خالص. الاسلوب بتاع الستات ده هو اللي عمل المشكله وضربوا الرجاله بالشبشب والطوب بقى من فوق والافلام دي خلت الرجاله صورت. هم واخدين اخويا، قعدنا نحدف عليهم طوب عشان يسيبوا اخويا. قعدوا هي اللي بتتكلم اهو، شوف الكلام بيجيب بعضه، بتقول لك قعدوا يحدفوا طوب. طب ما انتوا واخدين اخويا، واخدين اخويا بتموتوا فيه وبتغزغزوه، قعدنا نحدف عليهم طوب وازاز من فوق عشان يسيبوا اخويا. امال هناخده ازاي؟ هننزل ناخده منهم يموتونا احنا كمان؟ بقينا نحدف عليهم ازاز وطوب، شوف الكلام سبحان الله. بعد ما الراجل مات ده، بعد ما ناصر مات. ايوه ده بعد ما ناصر مات صح؟ اه بعد ما ناصر مات. دي اخويا دي كل المنطقه بتاعتنا يا استاذه ريهام. عايزه تسالي اي حاجه. التقرير فين؟ خناق. لا شكرا. خناقات سنج ومطاوي وسلاح. السلاح اللي اتلم ساعة الثورة وبقى كل الناس معاها سلاح. مش عارفة ازاي الناس بتنبسط بالفوضى دي، مش عارفة ازاي الناس بتقول على الايام دي انها كانت ايام كويسة. ارواح كتير قوي راحت عشان الفوضى دي. سنة ونص كده لقيتها اتأخرت في المشي واتأخرت في الحركة كده، فروحت للدكاترة ورحت لكذا دكتور واكتشفت ان هي عندها تيبس في العضلات وأسر في الأوتار، وقالوا ان هي محتاجة إطالة أوتار. عملت لها إطالة أوتار، برضو الإطالة برضو ما عملتش، برضو أسر تاني. فتوجهت تاني للدكتور تاني وقال ان هي عايزة عملية إطالة أوتار ونقل أوتار وكده. هي عندها 10 سنين وما فيش مدرسة عندنا في المحافظة أصلا بتقبل الحالات دي، ما عندناش مدرسة تقبل كده. فأنا عايز إن يعني أعالجها عشان أوديها مدرسة. هي عندها 10 سنين دلوقتي، ومفروض كانت راحت مدرسة بقالها دلوقتي 3 سنين ولا 4 سنين. فعايز أعالجها وأعمل لها العملية دي عشان حتى تعرف تعتمد على نفسها حتى. طبعا أي أب محتاج بنته تجري قدام منه زي ولاد عمها مثلا، زي ولاد خالاتها كده. بتمنى إنها تطلع من هنا تمشي. محتاج ان ربنا يتمش في على خير، يعني ده اللي اي اب في الدنيا بيحتاجه. يعني الدكاتره شخصوا ان هي عايزه تعمل عمليه اطاله اوتار ونقل اوتار وكده، فانا جاي النهارده ان شاء الله عشان نعمل العمليه ديت. يعني كده طبيعي يعني عادي، بس كانت عنده حتة هنا طرية راحت على 40 يوم. كويس، كان كويس وعارف كل حاجة وسنن عنده 6 شهور. اكتشفت بعد ما تم سنتين لقيته عيط جامد كده، فلقيت وشه زرق وتشن، يعني جات له حالة تشنجات. وديته لدكتور مخ وأعصاب، قال لي اعملي لي أشعة مقطعية على المخ. عملت له الأشعة قال لي ده عنده كهرباء. أما بقى يكبر بقى بقينا نكتشف إن عملنا له رنين، قالوا ده في نسبة تمور كمان. وبس أنا من ساعتها أنا بجري بيه بعلاج طبيعي. رحت اسكندرية، رحت طنطا، وديته لفيت مصر بحالها يعني.
كل اللي يقول يقول لا ده مالوش علاج، ده حاجة زي ما تكون شجرة اتكسرت، مالوش علاج. اللي زي ده مالهمش علاج. أصعب حاجة إن أنا أسمعها يعني، حاجة يعني ما كنتش أتخيل أصلا يعني الواحد يحصل كده أو يحصل له هو كده، لأنه ما كانش يعني في عيال بتتولد أساسا كده. هو كان مولود طبيعي جدا واتكلم ومشي. نفسي يعمل العملية عشان يشيل نفسه، عشان أنا مش ضامنة إن أنا أعيش له. محدش هيشيله أصلا، مفيش حد هيشيله زي ولا يعمل له زي ما أنا بعمل. أنا عايزاه بس يشيل نفسه يقعد، عايزاه حتى يقف يقعد يخش الحمام أي حاجة من دي. ربنا يشفي هو واللي زيه يا رب، ويشفي كل مريض، يشفي هو واللي زيه. هو جيل ما عاد القعد وقعد، ما عاد الحبان هو حاجة، وجيل المشي ما مشيش. إنه هو عنده سنة بقى وأنا بجر عليه، يعني كل دكتور يقول لي شكل. وفي الآخر عملت له عملية مع إن شاء الله الأطفال اللي في إمبابة، وضرت رجلي زيادة على اللزوم. ومن هو عنده سنة بقى كنت برضه بعمل له علاج طبيعي، وحاليا بتابع برضه في مدرسة، بوديه مدرسة. يبقى كنت تعبت من كتر البجر بيه، من هو عنده سنة وأنا بجري بيه تعبت. وبابا يعني عايا مش مخلي برضه، وانا انا مخليه. وهو ربنا يسهل ان شاء الله ويشفي كل مريض يا رب. ربنا يشفي ويشفي كل مريض يا رب. ما بيعرفش يمشي، ما بيخش الحمام، بيحبي انا بشيله برضه اطلعه واجيبه علاج طبيعي، اركب الاتوبيس فيه. بقاله 15 سنه هو على الحال ده، شيله دخله الحمام. وبابا ما بيرضاش يخليني احميه، بابا بيحميه وما بيرضاش يخليني اغير له، بابا برضه هو اللي بيغير له. وهو بشيل اودع علاج طبيعي بس ما فيش اي تقدم. ربنا يشفي ويشفي كل مريض. نفسي منعني حتى يشرمت نفسه، يعني اي حاجه يشرمت نفسه. بس انا مش عاوزه حاجه من الدنيا اللي يشرمت نفسه، بس مش عاوزه اي حاجه من الدنيا اللي يشرمت نفسه. بنتي حاسة عربية بقالها 8 سنين ودي 9، ومأثرت على المشي وعملت لها كدمات على المخ وكسر في كعك الجمجمة. مأثرة على المشي أهم حاجة اللي هي يعني في حياتها إن هي تمشي على رجليها، وده مأثر على نفسيتها ومأثر على العيلة كلها. يعني بتشوف اللي في سنها واللي أصغر منها واللي حواليها كلهم بيمشوا وهي قاعدة على كرسي متحرك، بتحس يعني بحالتها النفسية بتسوق، بتقعد تعيط، بيصعب علي نفسها تقول لا انا مش خارجه، انا مش قاعده، انا مش نازله. فكل ده لما بلاقيها عامله كده غصب عني بسال عشان يعني، وهي بعيط عشان لفينا على المستشفيات كتير ودكاتره كتير وتعبنا صراحه وغلبنا. واخر حاجه وصلنا يعني بعتنا جواب لمدام ريهام عمليه الانتاج الاعلامي وردت علينا والحمد لله وصلنا وعملنا عمليه ودي التانيه. كنت حاسه انها يعني عجزنا عن ان هي تمشي على رجليها تاني، وفقدنا الامل. كل ما اروح عند دكتور يقول ما فيش، هاتوا لها كرسي متحرك، ما فيش امل ان هي تمشي على رجليها. كانوا برضو بيضغطوا على اعصابنا لما بيقولوا كده، كنا يعني بنتعب لحد ما شفنا البرنامج ووصلنا لمدام ريهام وبعتنا لها جواب والحمد لله رب العالمين. ردت علينا، اما البرنامج رد علينا حسيت ان في ان الامل اتجدد، وان في امل ان هي تمشي على رجليها. والحمد لله ربنا اتقبل دعائنا، وبنشكر ربنا وبنشكر اهل الخير. بتمنى ان هي تمشي على رجليها وربنا يقبل منها دعائها يا رب، ويا رب يشفيها هي واللي زيها.
بس عبد الرحمن طفل مولود ناقص نمو، مولود على 32 اسبوع في الاسبوع الاول في الشهر الثامن. طبعا اول ما اتولد كان في اول مشكله كانت اتقابلت عبد الرحمن اللي هو عدم اكتمال نمو الرئه. في حقنه اسمها سيرفانتا ب 1415 جنيه دي جبناها عشان اكتمال نمو الرئه. دخل الحضانه طبعا هو من اول ما اتولد داخل في الحضانه يعني. بفضل من الله سبحانه وتعالى ودعاء الصالحين عبد الرحمن كان مقرب له يعمل عمليه شنط لان كان في عنده زياده بافراز السائل الدماغي فسبب له ضمور في المخ. فقالوا ان احنا يعني لازم نقيس محيط كتر الراس لان الجمجمه هتكبر. فلازم يبقى في تدخل جراحي يعملوا له عمليه يركبوا جهاز في المخ اسمه شنط عشان يخلص الجمجمه من السائل الدماغي الزياده ده. طبعا قبل كده حضرتك يعني كان للاسف الشديد احباط، مفيش بعضه احباط في ان عبد الرحمن ده طفل ميت ما تعلقش امل عليه. ولكن سبحان الله يحيي العظام وهي رميم. فأتمنى له الصحة والعافية ويعيش بس بدون ألم بدون حاجة تألمه. بس حالة آدم هو اتزنق في الولادة فعمل له ضمور في المخ. الضمور ده أثر على الحركة عنده كاملة، لا بيمشي ولا بيتكلم ولا بيقعد. بس الدكاترة قالوا إن نسبة الذكاء عنده عالية جدا، بس هي الحاجة الوحيدة دي اللي الحمد لله يعني. أول ما اتولد جاله يعني الحالة دي جات له رحنا بيه، كان المفروض أول ما يتولد المفروض المكان اللي اتولد فيه يبقى فيه حضانة، فللأسف ما كانش فيه. فعلى ما وصلنا الحضانة كان طبعا الموضوع صعب شوية، بس فمشينا بقى المشوار اللي هو العلاج الطبيعي مع مخ وأعصاب مع عمليات كده يعني لغاية ما وصلنا لحد هنا. لما بيجيله حالة التشنجات بيبقى يعني أصعب موقف، لأن بيبقى بين لحظة والتانية ممكن نفقده، عشان يعني لازم أما بتجيله الحالة دي لازم أقرب مستشفى تجيله المنوم علشان الحالة تروح منه. دي أصعب حالة أنا كنت بشوف فيها بصراحة. وأنا يعني إحنا الأمل في ربنا، إحنا ما فقدناش الأمل خالص. طول ما هو عايش بإذن الله يبقى لهم علاج. أصل الحالات دي كترت قوي قوي، كانت الأول حاجات معينة كده، الوقت بقى كتير قوي. أكيد ليهم علاج برضه وربنا مش هينساه. أنا بدأت مع مريم وهي عندها 8 شهور، عرفت إن هي ما بتقدرش تمشي ولا بتقدر تتحرك ولا بتقدر تتقلب على السرير. بدأت أشتغل معاها علاج طبيعي وهي عندها 8 شهور لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمني إن أنا أجي هنا البرنامج وإن شاء الله بإذن الله يعني إن هي تعمل عملية النهارده بإذن الله وربنا يشفيها ويشفي كل مريض إن شاء الله. المعاناة اللي أنا عانيتها إن هي من 8 شهور بدأت ما بتمشيش، فوديتها كذا مستشفى ووديتها كذا عيادة، كل الدكاترة يقول لك الشغل اللي معاها بس علاج طبيعي، مفيش أكتر من كده. كل الشغل معاها علاج طبيعي. ورحت لكذا دكتور مخ واعصاب برضو قال لي هي مشكلتها مش في المخ والاعصاب، هي مشكلتها علاج طبيعي وعظام. فهي طبعا لما جيت هنا المركز قال لك اعصاب عظام الرجل وداخله معاها عمليه جراحيه في الاعصاب، جراحه في الاعصاب. بس هو ده النظام اللي انا ايه اتبعته دلوقتي. لما كل ما اروح لدكتور كان يكتب لي على علاج بس، ما كانش بيديني غير علاج بس، ما حدش ابدا بالموضوع بتاع العمليه غير المركز هنا. طبعا اي واحد بيبقى خايف على ابنه على بنته او على ابنه وهو داخل، بتبقى عايز يخش الحمام وهي بتقول لي ان انت لماما بتدخلوني الحمام.
هي نفسها تخش الحمام لوحدها، ونفسها تلعب مع الاطفال، ونفسها تروح اي مكان، نفسها اشوفها كده يعني امورها العاديه وتروح المدرسه. ده اهم شيء عندي، هي تروح المدرسه مع زي اي طفل يروح المدرسه. عندها 15 يوم، حسيت بقى كانت بتعيط على طول ليل ونهار، ما بتنامش وما بتهداش وما بتسكتش. فروحت قلت لبابا البت دي تعبانه، قال لي لا ده تلاقيها مغص ولا حاجه. قلت له لا تعبانه. بقت ابتدي ارفعها كده على كتفي واوقفها زي اخواتها، الاقي النفس طلع من ظهرها من ورا وتعبانه بقى، وتعوج لي عينها كده ومش طبيعيه يعني. فقلت اوديها لدكتور اعصاب في الهرم هنا كده. واحده قالت لي في دكتور اعصاب هنا في الهرم، ودتها له. الدكتور ده مش بتاع مخ واعصاب، بتاع اعصاب بس دكتور كويس جدا. هو اللي قال لي امشي بيها لدكتور مخ واعصاب نظيف عشان عايزه تتعالج عنده عشان ده تعبانه. رحت وديتها لدكتور مخ واعصاب، قعدت حوالي من فتره كده اوديها لدكاتره. بعت جواب للبرنامج، والبرنامج رد عليا قال لي انا اتصلت بيهم، ردوا عليا هنا حجزوا لي، قالوا لي مثلا تيجي بعد شهرين اول مره، تاني مره قالوا لي 3 شهور، كان بيدوني في ميعادات واتصلوا بيا يقولوا لي مثلا زي ما اتصلوا بيا بين يومين كده، قالوا يقولوا لي تعالي للدكتور متابعتك يوم كذا متابعتك يوم كذا. كنت باجي بقى للدكتور هنا للمتابعه بس. فضلت بقى لما اخر مره في رمضان في اجازه العيد كشف عليها الدكتور وكتب لي على العلاجات اللي انا ماشيه عليها حاليا دلوقتي. كتب لي على حقنه كل 15 يوم، ودواء نوعين، وبرشام نص بالليل ونص الصبح، ده اللي انا ماشيه عليه. نفسي انها تقف وتمشي على رجليها زي اخواتها، وتعمل حمام وتتكلم وتنادي عليا يا ماما، وتنادي على اخواتها. بتبقى عايزه تنادي على اخواتها مش قادره، هي ما غير تقول لك بالعافيه لما تطلعها، وبتبقى مبسوطه لما تشوف اخواتها وفرحانه. بس نفسي انها تمشي وتتكلم، تخش وتطلع زي اخواتها كده، عشان مغلبان والله، وبلف بيها كل الدنيا. بتمنى لها انها تقوم على رجليها، وربنا يشيلها عنها ويشفيها ويشفي كل مريض، ويشفيهم كلهم، يشفي كل الاطفال، عشان انا ذقت وجربت. انا الضغط هيلا فجاه انتج عنه، عمل نزيف على المخ انتج عنه شلل نصفي. فلفيت ما خليتش يعني من محافظه المنصوره لمحافظه دمياط لمحافظه بورسعيد، دكاتره كله اللي مالكش علاج عندي. فزوجتي بتتفرج على برنامج صباح الخير، فاتصلت هي ربنا يبارك لها، اتصلت بالاستاذه ريهام، والاستاذه ريهام حولتني لمركز التاهيل والاعصاب، وان شاء الله يعملوا العمليه في رجله النهارده وايدي بعد فتره. يعني هم قالوا لي هنعمل رجلك النهارده وبعد فتره يعملوا ايدي. وربنا يا رب يجازوك خير ويقدركوا على الخير. والله انا كنت بشتغل عامل عادي يعني. فطبعا لما الضغط عيلة انا ما كنتش عارف ان مرض الضغط. يعني شاب عنده 35 سنه يعرف ان مرض الضغط ازاي؟ ما عرفش ان مرض الضغط. ففوجئت، رحت قال لك ده حصل انفجار في المخ وبتاع نزيف في المخ عندك عنه شلل نصفي. طبعا حياته كلها اتدمرت. مش يعني ان انا مثلا يعني بقيت انسان عايش مريض وخلاص، حياته كلها اتحطمت. يعني ما كنتش عارف اشتغل واكل عياله، ولا كنت عارف اعمل حاجه. انا راجل معايا 3 عيال وما بعرفش اقضي حاجه او اعمل حاجه، لان ايدي ورجلي ما بيتحركوا، ماشي على عصاية زي ما حضرتك شايف. ونفسي ان انا اخف، يعني بطلب من ربنا ان انا اخف وارجع تاني ربع الاول، مش زي الاول، لا ربع الاول بس. وربنا يا رب يقدركم على الخير، لان حياتي متدمره نهائي.
انا ما اعتبرش عايش، انا اعتبر دلوقتي زي اي حد ميت. يعني لا بعرف اعمل حاجه ولا اجيب حاجه ولا اشتغل حاجه، ايدي ما بتتحركش ورجلي ما بتتناش ولا بتتحرك، شال المصر على ايدي ورجلي. بالي ان انا اعملها لها عشان تعيش سعاده في وسط الناس، وامل الوحيد ان ربنا يشفيها، لان احنا تعذبنا معاها كتير ودخنا عند الدكاتره وكان عاطي لنا ياس جامد، وكل ما اروح لدكتور يقول لي الحاله ديت ميؤوس منها ومش هتعيش. فالحمد لله احنا الحمد لله هي جايه النهارده وبتعمل العمليه، فرحانه وقلقانه، فرحانه ان هي هتخف وهتبقى كويسه وهتعيش حياتها وتمارس حياتها مع الاطفال، وقلقانه من انها اتاخرت وشعور الام بقى، يعني اكيد اي ام هتبقى حاسه بيه. اتمنى لها الشفاء وتقوم بالسلامه، وربنا يقومها لي بالسلامه ويطلع فيها يا رب. كانت بتقعد قاعده مش مظبوطه كده، فارده رجليها، ما كانتش بتعرف تربع، كان عندها برضو مشكله في الحوض. وبعدين متابعتنا بقى للبرنامج بتاع صباح الخير، اتصلنا تليفونيا ردت علينا عبد الرهام، وبعدين جينا بقى هنا المركز بعتتنا على هنا، رحمه عملت عمليه قبل كده في الحوض، ودلوقتي عندها حقن لسه رجليها الشمال فيها نسبة تقصير بسيطة كده، فهو قال لك هتيجي مع العلاج الطبيعي، فهو لما يحقنوا لها ويعملوا لها علاج طبيعي إن شاء الله هيبقى بعد فترة كده هيقولوا لنا إيه الوضع بقى، إذا كان ليها حاجة تانية أو لأ. قبل ما أجي صبايا رحت المنصورة ورحت طنطا، وهنا في القاهرة لفيت كتير، ما للأسف برضو ما حدش عمل حاجة، عملوا لها برضو عملية كده وما كأننا ما عملناش حاجة. إنما بعد العملية اللي الدكتور وليد هنا عملها في المركز الحمد لله بقت كويسة. احنا بقى لنا فترة، احنا اصلا متغربين وسايب شغلي وعيالي سايبين شغلهم وقاعدين بيها هنا، مأجرين شقة وقاعدين بنيجي كل يوم نعمل علاج طبيعي ليها. شوف بقى سايبين كل حاجة وقاعدين بيها، بس هم أهم حاجة عندي طبعا، لازم أعمل لهم اللي هم عايزينه. الحمد لله جالنا عملت العملية والحمد لله بقت كويسه الحمد لله. بتمنى ان ربنا يعافيها، وبشكر البرنامج او بشكر البرنامج وبشكر اهل الخير، وبقول لهم اتبرعوا عشان في حاجات كتير قوي تعبانه زيها وكده، وبقول لاهل الخير ربنا يجازيهم كل خير، وبقول لهم اتبرعوا تاني عشان في حالات زي جنة عايزه تعالج. احمد جنب السلام الحمد لله عمل العمليه وجنب السلامه، وربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب، وربنا يخليهم ويتبرعوا كمان وكمان. العيال دي محتاجه كتير والله، والله محتاجه كتير، ربنا يجازيهم خير وما يكتبش عليهم بحاجه وحشه ابدا يا رب، ولا ينضروا ابدا يا رب، ما يحرمهم من عافيتهم ولا من صحتهم يا رب، يا رب ما يكتب عليهم بحاجه وحشه يا رب، يا رب يشفيه ويشفي كل مريض يا رب، يا رب يسترهم ودنيا واخره يا رب، اللي ما يتبرعوا يتبرعوا كمان وكمان، عشان العيال دي محتاجه كتير، محتاجه كتير والله العظيم، العيال دي محتاجه كتير، وانا تعبت باحمد والحمد لله يا رب، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. الحمد لله بنتي عملت العمليه، وبتمنى ان ربنا يتم شفاها على خير، وبشكر اهل الخير وبشكر مدام ريهام، ويا رب يشفيها هي واللي زيها. وطول ما هي في العمليات انا كنت قلقانه، خصوصا ان العمليه خدت 4 ساعات وكنت في توتر وقلق، والحمد لله بتمنى ان هي تقف على رجليها يا رب وتقضي حاجتها بنفسها، هي واللي زيها، ويشفيها يا رب واللي زيها. الحمد لله فضل من الله ونعمة على اللي احنا فيه، الشكر لله
ثم لأهل الخير، وربنا جعلنا أسباب لبعض. نشكر البرنامج وإدارته ومقدميه وكل القائمين عليه، وربنا يا رب يجعلكم دايما سبب في تخفيف ألم إنسان، لأن كلمة آه بتوجع مش بس المريض، بتوجع المريض وأهل المريض وكل من سمعها. يمكن الحسد محمود، أو أنك تتمنى ما عند الغير شيء محمود في الدين وفي الإسلام. تمنيت أن لو أن لي مالا أتصدق به وأخف ألم الناس. تبادوا أهل الخير إن هم يعني ربنا يا رب المال له سطوته، ولكن إيمان الإنسان يعني سعادة من الله من يعطي أكثر من سعادة من يأخذ. السعادة في العطاء مش في الأخذ، والإنسان اللي بيدي بيبقى سعيد أكثر من اللي بياخد. فربنا يا رب يجعل المال سبب لدخولهم الجنة. وأنا بتمنى أن لو أن لي علما أنفع به الناس مثل فلان أو فلان، كذلك أتمنى لو أن لي مالا فأنفع به الناس مثل فلان وفلان. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، ويا رب يكلل تعبنا جميعا بشفاء عبد الرحمن وتخفيف آلامه وشفاء كل مريض يا رب. الحمد لله طلع بالسلامة، الحمد لله على اللي جيبه ربنا. بنشكر أهل الخير على كل اللي عملوا معانا ومع غيرنا، وبنشكر أستاذة ريهام، ربنا يقدرها يا رب على فعل الطيب ويقعد لها في ولادها، والحمد لله على اللي جيبه ربنا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. مريم دلوقتي عملت العملية ودلوقتي في الإفاقة هي، الحمد لله رب العالمين. ونشكر ربنا سبحانه وتعالى في الأول والآخر، والشكر الجزيل لبرنامج صبايا الخير وكل اللي من ساهم في إجراء عملية بنتي. بسم الله عملت العملية وخرجت بالسلامة، متشكرين ألف شكر، وشكرا للناس اللي اتبرعت وقامت بالمهمة دي وبالواجب وبفلوسهم، وربنا يكرمهم يا رب، وربنا يديهم ويوسع في رزقهم كمان وكمان، عشان الناس الغلابة المحتاجة اللي بيقوموا بواجبهم وبيقفوا معاهم عشان المرضى دي. السيد عمل العملية وطلع بالسلامة الحمد لله، وربنا يقدي فيه الخير للمسلمين يا رب. الناس اللي بتتبرع دي ربنا يديها الخير ويدي لهم أكتر وأكتر كمان يا رب، وصلح حالها. الحمد لله اللي خرجت بالسلامه، وربنا يكرمهم ويا رب يوسع رزقهم اللي بيتبرع بالمجالات دي وبيعالجوا المرضى اللي زينا وعيال الغلابه اللي هم كنا هنروح فين. الحمد لله هي خرجت من العمليات بقت كويسه الحمد لله وفاقت اهيت الحمد لله. انا عايز اقول بس الناس اللي اتبرعت فلوسكم ما راحتش بعيد، راحت الاطفال زي ما انتم شايفين اهوت، والناس اللي هتتبرع فلوسكم مش هتروح هباء، فلوسكم هتروح للاطفال. ومتشكرين ليكم وجزاكم الله خير على اللي انتم بتعملوه معانا.